في الوقت اللي النغمة سيدة فيه هي فتح مخك، المطلوب هو انك تفتح عقلك. اللفظين للي مش عارف شبه بعض، وللي عارف فاهم ان تفتيح المخ يعني تدفع رشوة، تقبل امور مش سليمة. لكن تفتيح العقل هو انك تنفتح على افكار مختلفة، ثقافات مختلفة، توسع مداركك فتقبل اللي يناسبك وترفض اللي خلفك. لكن بعد ما تفهم، زي ما جبران قال انه تعلم الصمت من الثرثار والتساهل من المتعصب واللطف من الغليظ. كلنا ممكن نتعلم من مزايا غيرنا وكمان من عيوبهم، يا اما يكونوا قدوة نمشي في طريقهم او مثل عشان نبعد من طريقهم. بس بعد ما نكون اتعلمنا بعقول مفتوحة مش مخ مفتح. تعالوا نعتبرها دعوة نفتح عقولنا ونفتح قلوبنا، ودعوة نوسع مداركنا ومشاعرنا ونضيق خلافاتنا واختلافاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتتفرج على القاهرة 360 هم أقل الناس احتياجا للنصايح اللي بقولها في القاهرة 360، لأنهم اختاروا على مدى أكتر من 3.5 سنين أنهم يتفرجوا على برنامج ولا في إسفاف ولا في إثارة ولا في خناقة ولا في واحدة لابسة ولا قلعة. الناس اللي بتتفرج على القاهرة 360 عندهم قناعات شبه قناعاتي، حتى لو اختلفنا في التفاصيل. مقتنعين ان الوطن شيء مهم، ان العمل شيء مهم، ان مصر بيتعامل عليها شغل، ومش هقول مؤامرة، ولو عايزين نقول مؤامرة فهي من جوانا ومننا وعلى نفسنا. مشاهدين القاهرة 360 غالبا ما هماش النوع اللي بيرمي الزبالة في الشارع، ولا اللي بياخدوا او بيدفعوا رشوة، الا طبعا في مناظر. عشان كده بسأل نفسي النهاردة، وانا كنت بكلم مين وبقول لهم ايه؟ هل سواق الميكروباص او الاتوبيس اللي ركبوا على بعض النهارده، والارواح اللي مع ده او ده اللي راحت من النوعيه اللي ممكن تقضي 9 ساعات في الاسبوع تتفرج على برنامج زي القاهره 360؟ ما اعتقدش. مش بحاول اقول ان انا بتاع النخبة او المثقفين او المتعلمين، لكن بقول ان العقل والمنطق في التعامل مش محتاج كلام كتير للي اصلا عنده عقل ومنطق. لكن اللي اعتبر ان الحياة غابة وعايش فيها على اساس انها غابة، ويتخرج منها غالب يا مغلوب، وده اسلوب الحياة اليومي بتاعه، الكلام معاه مش بنفس الاسلوب، ومعرفش اساسا ايه هو الاسلوب الامثل لاقناعه انه يغير اسلوبه، او انه يفهم الدنيا بشكل مختلف ويعرف هي رايحه فين. بس احنا فعلا محتاجين اسلوب نكلم بعض بيه ونفهم بعض بيه، بكل فئات المجتمع اللي مقسوم 100 حته. افتكروا معايا امتى الناس كده بكل طوائفها وقفت مع بعض واتفقت وقبلت الهدف الواحد؟ اعتقد اخر مرة كان 30/6 والفترة اللي بعدها، وان اختلفت الاسباب ما بين اللي كان مخنوق من الاخوان واللي بيعملوه، وما بين اللي خايف للبلد تروح لحتة ما ترجعش منها تاني، وما بين اللي كان عنده امل في بكرة يبقى احسن، بمعنى دخله يبقى احسن وحياته ايسر واسهل. الفئة الاخرانية دي واضح انها ما ركزتش في الكلام اللي السيسي قاله اياميها، لما قال لهم هتصحوا الساعة 5 الصبح ومش هتناموا وهتتعبوا معايا، فقالوا له برقبتنا يا باشا. بس برقبتنا دي كان في ناس بتتعامل معاها بنفس الاسلوب بتاع 30 واحد كده واقفين يزقوا اتوبيس عطلان، ففيهم 5 بيزقوا بذمة وضمير وعروقهم نفرة كده من رقبتهم، و5 بيزقوا نص نص شوية شوية، و20 واحد حاطين ايديهم، قال يعني بيزقوا، وهم في الواقع ساندين على الاتوبيس او ساندين على الباقيين.
انهي حته فهتتعبوا وتصحوا 5 الصبح وتضحوا احنا ما فهمناش ولا حته، بس كنا فاكرينه بيهوش وان هو بيتمنع وبيقول كلام مزوق من بتاع احلفوا كده انكم عايزيني. فطلع كلام بجد، مضطرين نتعب نستغنى عن حاجات كتير. فيقول لك لا 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 لا، ما اتفقناش على كده يا عم. الحقيقه احنا اتفقنا على كده وابو كده كمان، وافقنا ونزلنا وانتخبنا والكلام كان كده. من قبل ما تنتخبوه اتعصب علينا وقال كلمه ايه، هناكل مصر، فاكرين الكلمه دي؟ ما كانش اسلوب واحد نازل انتخابات، لان اللي رايح انتخابات بيوعد بالسمن والعسل مش بالتعب والجوع. عموما مش موضوع الرئيس السيسي، موضوع يمكن يكون الاعلام اللي معرفش ازاي، وانا مش عارف بيخاطب ازاي كل الناس، وانا واحد من الناس، كلنا معرفناش نخاطب الناس وكلامنا ما وصلش للي المفروض يوصل لهم، او يمكن وصل بس ما كانش ليه اي تأثير بدليل تعالوا نشوف حركة شوارعنا عاملة ازاي، تعالوا نشوف ادائنا حكومة وناس عامل ازاي، تعالوا نشوف ازاي احنا لسه كلمة تجيبنا وكلمة تودينا. ايوه كلمة تجيبنا وكلمة تودينا، يعني بذمتك مع عمرك كده في الفترة الاخيرة دي ما سألت حد، حتى لو كنت سألت نفسك بس ايه اللي هيحصل يوم 11/11؟ قلقت؟ خفت؟ طب قلقت على ايه؟ مش بتقول انها خربانه؟ تمام، تقلق ليه بقى؟ هيحصل ايه يعني ما هي خربانه؟ ثوره جياع؟ ما حضرتك بتقول انك بقيت او قربت تبقى من الجياع. فوضى في الشوارع كده شبه 2011؟ ما حضرتك كنت مبسوط بيها وقابلها. سيبك من الرسائل اللي بتتبعت بقى بتاعت اوعى وشك من 11/11، ما تخليش حد يضحك عليك والكلام ده. اعمل اللي انت شايف انه في مصلحتك. لو مصلحتك تنزل وتجيب عليها واطيها تمام، شد حيلك. ما هو ده اللي ممكن يوفر لك سكر من ابو 2 جنيه ورز من ابو نص جنيه وكهرباء من ابو بلاش وكل اللي انت عايزه. ولا يمكن تنزل تقتحم لك سوبر ماركت كبير الصيع يولعوا فيه فتلقط لك كده حته شاشه 40 بوصه تقعد تتفرج فيها على برامج بتنقل لك البلد بتولع وتتحرق ازاي. او تدخل على ام العيال كده شايل لك خلاط تعصر لك فيه تفاح وجوافه اللي هيتساقطوا عليك من السماء عشان الحال مش عاجب، بس ساعتها هيعجب. خلينا نقول للدوله لو الشعب عايز ينزل الشارع تاني نسيب الناس تنزل، محدش يتعرض لحد. لو السجون هتقتحم تاني زي ما شفنا كده امبارح ما تسيبوها تقتحم، ايه المشكله؟ واللي يخرج يخرج، اصلهم مظاليم يا عيني، والحريه لابو شفه ولزقلط وابو شفتوره. عموما برضو ده مش موضوعي. موضوعي يمكن زي ما خالد يوسف عمل من 7-8 سنين فيلم سماه هي فوضى، شكله لازم كده يرجع يعمل لنا فيلم تاني اسمه هي عافية. ايوه هي عافية، دي ابسط واقل كلمة تشرح حالتنا لما تلاقي اتوبيس ركب فوق ميكروباص في شارع ما ينفعش لا الاتوبيس يمشي فيه بسرعة ولا الميكروباص يمشي فيه بسرعة. انما نعمل ايه في العافية اللي بقت طريقة تفكير واسلوب حياة؟ العافية اللي خلتنا نشوف حاجات صعب كنا نتخيلها. القصة مش قصة حادثة حصلت في العي في الحي العاشر في مدينة نصر، ولا قصة أرواح ناس راحت في عز الظهر، يعني محدش له عذر بأنه لا مؤاخذة العتب على النظر. القصة بقت قصة عافية واستبياع، أو التفسير الواقعي للي بنشوفه حوالينا. ومن كام سنة لما حصلت حادثة أتوبيس الأطفال فقط قلت إن الموت في مصر مش صدفة، إنما إنك تخرج من بيتك وترجع سليم هي دي الصدفة، هي دي الصدفة. حتى لو اتكررت الصدفة 1000 مرة فبرضه هتفضل صدفة. ليه أنا وقفت عند الحادثة دي بالذات؟ وقفت عندها لأن الوقت صبح ومحدش يقول أصل الشارع بيضلم
او اصل السواقين بالليل بيبقوا ضاربين برشام، والكلام اللي بنقعده ده، او اصل المطب في الشارع قلب العربيه، او اي عذر من اللي بنسمعه. احنا قدام اتوبيس وميكروباص مفروض ماشيين طبيعي، ومفيش سبب للسرعه الزياده، لان النهارده الجمعه مفيش شغل ولا حد راكب بيستعجل السواق. ثم فجاه تلاقي الاتوبيس وش الوش ركب فوق الميكروباص، ونص الركاب ماتوا والنص مصاب. لما نشوف الصور والفيديوهات بتاعت الحادثه، يا ترى ممكن ايه اللي يجي في دماغنا؟ نلعن مين؟ نشتم مين؟ نقول ايه؟ صعب ان الاقي كلام يشرح ايه اللي ممكن حد يحس بيه لما ما يكونش فيه سبب ان الارواح تروح بالشكل ده. بس في مصر الارواح بتروح بالشكل ده، واقل واكتر، وكله عادي وبيعدي. حادث مروع في مدينة نصر، والكلام ان الاتوبيس جاي عكس الاتجاه بسرعة جنونية، فمات 9 واتصاب 6. طب الاتوبيس ماشي بسرعة وشارع واسع زي ما شفنا في الصور، طب دخلوا في بعض ازاي؟ هرجع تاني واقول لك العافية والاستبياع، ويانا يانتا، وهعدي يعني هعدي. ده بيحصل في الشارع الواسع، وبيحصل في الشارع الضيق، وبيحصل مع الملاكي، وبيحصل مع الأجرة. العافية والاستبياع ما راحش فيها 9 بس، العافية والاستبياع راح بسببها السنة اللي فاتت بس 25,500 ما بين قتيل ومصاب، في 14,500 حادثة. وبنخسر كل سنة مع أرواح الناس 30 مليار جنيه وأكتر. والسبب، وتاني بكرر، واحد مستعفي وشايف نفسه، واحد مستبيع ومش فارقة معاه. ربنا يرحم اللي راحوا، وربنا يهدي اللي لسه عايشين، بدل ما يوجعوا قلوبنا كل يوم على الصبح. مشهد تاني من هي عافية، أو مشهد من أنا مش فاهم، نتيجته إصابة الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث قسم أبو صوير إصابة كبيرة جدا في اشتباكات امبارح أثناء هروب جماعي لسجناء سجن المستقبل، بعد ما ضربوا نار بشكل مكثف داخل وخارج السجن. أصيب شرطي هو محمد أبو الفتوح، أصيب بطلق ناري وتوفي مواطن من قرية الوصفية القريبة من السجن. وأصيب الرائد محمد الحسيني بطلق ناري في راسه وهو بيطارد الهاربين، واتنقل لمستشفى جامعة قناة السويس التخصصي في حالة سيئة. السجناء اللي هربوا اتقبض على واحد منهم اسمه عوض الله موسى، وجاري البحث عن الخمسة التانيين اللي هم أحمد شحاتة محمد مصطفى، وعودة درويش علي سلام، وصلاح سعيد سعد لافي، وياسر عيد زيد حسن، وأحمد يونس محمد يونس. النيابة العامة تحفظت على فوارغ الطلقات وكاميرات السجن، وسمعت أقوال الشرطي المصاب وأهل المواطن المتوفي، وطلبت حضور المتهم اللي تم القبض عليه. من بين المتهمين الهربانين أحمد شحاتة محمد مصطفى، ده كانت قبض عليه السبت اللي فات زي ما كنا بنقول لكم هنا في البرنامج، على معدية سرابيوم في عربيتين نقل محملين سلاح وذخيرة. لو فاكرين كانت محاولة تهريب، مش فاكر، 20 بندقية تلسكوب وبنادق خرطوش وار بي جي لسينا عشان تستخدم في الأعمال الإرهابية والتخريبية. السواقين كانوا عبد الحميد حامد محمد من مركز الحسينية، وإيهاب مصطفى يحيى من الإسماعيلية، اللي كان معاه التكفيري أحمد شحاتة. أحمد شحاتة ده مقيم في الكيلو 17 الأنطرة غرب. سلاح جوه السجن دخل إزاي؟ تكفيري لسه مقبوض عليه من أسبوع أو أقل، إزاي ما هواش موجود في حجز منفرد؟ وإزاي 6 بس قدروا على قوة حراسة سجن موجود جواه تكفيريين، يعني الحراسة مشددة؟ هل ده طبيعي؟ دي أسئلة كتير قوي لابد من الإجابة عنها الفترة اللي جاية.
النهارده برضو عبوه ناسفه زرعها مجهولين جنب الطريق الدائري في العريش انفجرت، فاستشهد مساعد شرطه شريف بيومي والشرطي محمود عسقلاني واتصاب المجند علي محمد بشظايه. الامن بيمشط المنطقه وربنا يرحم الشهداء، بس دي حوادث انا بفهمها وبفهم ليه كتير من ولادنا المحترمين بيضحوا بارواحهم عشان يحمونا ويحموا غيرنا في كل مكان. انما موضوع مدينه نصر صعب افهمه، وصعب افهم ارواح الناس دي راحت ليه، غير انه طبعا قضاء الله وقدره. بس طياراتنا الحربية بقى ردا على كل اللي بيحصل ده استهدفت أماكن في جنوب الشيخ زويل ورفح وجنوب العريش، ضربت تجمع إرهابيين مسلحين قرب المهدية والزوارعة والجورة. الشهود بيقولوا ألسنة اللهب اتشافت من مسافة بعيدة، والطيران الحربي ضرب 3 مواقع جنوب العريش ودمر مخزن سلاح، و6 إرهابيين اتقتلوا جنوب العريش ردا على استهداف كمين أبو طويلة اللي قوة الكمين ردت عليهم بقوة. ده غير مسلح اتقتل قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد. طيب خلينا نشوف ماذا يحدث في الإسماعيلية. معايا معالي الوزير اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. أهلا وسهلا معالي الوزير. أهلا وسهلا أسامة بي، إزاي الصحافة؟ يعني أولا قلبنا معاكم ومع الأحداث اللي بتحصل النهاردة في الإسماعيلية من النهاردة ومبارح، لو حضرتك تطلعنا على آخر المستجدات. هو يعني تحياتي لحضرتك. طبعا زي ما حضرتك أشرت الموقف الحمد لله مستقر وفي سيطرة كاملة على الأمور، لكن الواقعة باختصار وطبقا لما صدر في بيان رسمي من وزارة الداخلية هو حالة هروب نتج عنها هروب 6 مساجين، وتم ضبط أحدهم وهو بيمثل عنصر خطر جدا، وأثناء ضبطه يعني أصاب حد من أبنائنا الضباط وقتل، استشهد واحد من مواطنين تصادف وجوده أثناء الضبط. وأما ما دون ذلك فالحالة الحمد لله مسيطر عليها ومستقرة، والأجهزة الأمنية بتعمل في القضية على قدم وساق زي ما بيقول يعني. طيب حضرتك بالنسبة للرائد محمد الحسيني والشرطي محمد أبو الفتوح الاثنين أصيبوا، حضرتك ممكن تقول لنا حالتهم إيه؟ لأن عارف إن حضرتك يعني بتتابع الحالة بشكل قريب جدا. طبعا. أولا بالنسبة للشرطي الحالة مستقرة تماما وما فيش أي نوع من التداعيات، هو عبارة عن طلق نافذ في رجل من الرجول في فخده يعني، والحمد لله حتى ما عملتش حاجه بالنسبه لعظمه الفخذ او حاجه، فما فيش تداعيات بالنسبه لحالته. لكن هو الرائد محمد الحسيني اللي عايزين يعني مصر كلها معانا تدعو له ان شاء الله بانه يمر من هذه الحاله الحرجه، هو في حاله حرجه وموجود داخل العنايه الفائقه عندنا في المستشفى الجامعه. احنا متابعين الحاله اول باول وربنا يطمنا يا رب، يعني احنا بندعو احنا يعني تقريبا شبه موجودين معاه ونتمنى نسمع خبر خير بالنسبه له يعني. ان شاء الله. طب معالي الوزير يعني اعتقد طبعا تحقيقات النيابه موجوده عشان خاطر تحقق في كيف حدث ما حدث في سجن المستقبل، وخصوصا ان 6 بس هم اللي قدروا ان هم يتمكنوا على قوه حراسه السجن اللي جواه مجموعه من الارهابيين والتكفيرين، فمش هدفع بحضرتك طبعا في امور اصبحت في يد النيابه ان احنا نتكلم فيها، لكن هل بطبيعه سجن المستقبل هو سجن شديد الحراسه وسجن طبيعته عامله ازاي؟ هو سجن المستقبل ده سجن مركزي مخصص للترحيلات، يعني طبيعه الحراسه بتاعته نتيجه الظروف اللي فاتت كانت معمول لها الاجراءات الكامله من تامين وحراسه، لكن يبدو ان الموقف نتيجه هرج حصل بطريقه مفتعله جوه السجن، ومن خلال الفوضى او الهرج اللي تم ده جوه الموضوع ده حصل هذه الواقعه. تفاصيلها والوصول الى اسبابها وايه اللي حصل، بالمناسبه هناك جهات قائمه على هذا الموضوع وبتجيب كل المعلومات المطلوبه
احنا معنيين تماما ان اللي هربوا دول كل بياناتهم موجوده وكل المعلومات كامله وتفصيليه عنهم، فمش هيبعدوا كتير وهيتابعوا. لكن يعني عايزين نقول ان ما فيش اي نوع من التداعيات خارج اطار ما اعلن من بيان وزاره الداخليه. بشكر حضرتك معالي الوزير، شكرا جزيلا. سيادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. على سيرة الإرهاب، لما حد بياخد جائزة نوبل للسلام ده بيكون عشان دوره في نشر السلام وثقافة السلام بين الشعوب وبين الناس، لكن لما الجائزة تروح لأمثال حد رئيس لدولة بتثير مشاكل في العالم كله زي أمريكا، أو زي واحدة ما بتنشرش إلا كل الحقد والغل وكلام عن الكراهية زي توكل كرمان، فلازم نقول إن اللي ورا الجايزة في ناس مغرضة. لو ما سحبوش الجايزة منها بعد اللي بتكتبوا وبتنشروا يبقوا فعلا مش بيحاولوا ينشروا ثقافة التعايش والسلام والحب بين الشعوب. ما كانش فيه أمارة أصلا إن واحدة مواصفاتها كده تتحط مع ناس حققت السلام فعلا زي الراحل أنور السادات، زي ديزموند توتو، زي الأم تيريزا، نيلسون مانديلا، ومالالا يوسفزاي. الست اللي خربت بلدها وبتسعى لخراب كل الدول العربية عشان انتماءاتها الإخوانية بتسيء للجائزة المهمة إساءة كبيرة جدا. النهاردة وزارة الخارجية اليمنية بتقول ان توكل كرمان دي ما بتشتغلش في اي منصب في الحكومة اليمنية، واللي بيصدر عنها ده تعبير عن مواقفها الشخصية مش عن مواقف الحكومة اليمنية، واستهجلت التصريحات اللي تناقلتها بعض مواقع الإخبارية عن انها بتسيء لمصر وقيادتها، ودعت المواقع دي انها تتحرى الدقة والمصداقية قبل ما تقول عليها انها عندها صفة رسمية في الحكومة اليمنية. وقالت ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بيكنوا كل الحب والتقدير للرئيس السيسي وحكومة وشعب مصر والمواقف القيادة المصرية اللي بتدعم امن واستقرار ووحدة اليمن، واستهجنت اي اساءة لمصر وقيادتها. ماشي، مفيش عيب على اليمن كدولة او كحكومة، بس العيب على إدارة جائزة نوبل اللي بتلطخ اسم الجائزة كل سنة بأسماء أسوأ من السنة اللي قبلها من عينة هذه التوكل اللي لا صلة ليها بالتوكل في المقام الأول ولا بالكرم، فمش عارف الاسم ده على غير مسمى. لا هي متوكلة، هي متوكلة، ولا هي كرمان، هي غربان للأسف الشديد. العرب اللندنية اللي كتير بنقل عنها بعض التحليلات النهاردة طلعت أوت وخرجت علينا بكلام على طول. طبعا بعض المواقع المصرية اتعاملت معاه باعتباره حقيقة. العرب بتقول الرئيس السيسي هينشئ حزب سياسي تحت قيادته، هيكون قاعدة لحراك سياسي غاب عن مصر من سنين طويلة. وقالت ان السيسي بيحاول يكرر تجربة حزب الرئيس اللي اسسها جمال عبد الناصر وقلده الرؤساء من بعده، واعلان السيسي عن الحزب الجديد ده ممكن يكون خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ الاسبوع اللي جاي، اللي هيشارك فيه حوالي 3000 شاب من احزاب وجامعات ومنظمات اهلية عشان يحقق هدفين. واحد سياسي اللي هو اعداد كوادر شبابية تكون حلقة وصل بين النظام والقادة الشعبية اللي النظام لقى صعوبة في إقناعها بسياساته، والتاني هو إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية اللي فشلت جهات أمنية إنها تديرها. العرب قالت النظام المصري خايف إن تصاعد معدلات البطالة والتضخم وندرة الدولار ونقص السلع الغذائية يتسبب في إن الغضب الشعبي يبقى ضد الأجهزة الأمنية اللي بيعتمد عليها الرئيس السيسي في الحكم، ولأن الأحزاب السياسية متفرقة وضعيفة ما قدرتش تعمل تعبئة للمؤيد الإصلاح اللي بتتبناه الحكومة، وبالعكس عمالة الأحزاب دي تزود الاحتقان بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ده في نفس الوقت اللي فيه دعوات بتاعت مظاهرات 11/11. دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره شكله كده عنده معلومات احنا ما نعرفهاش، فقال للعرب ان فشل الاحزاب والبرلمان ان هم يملوا الفراغ السياسي هو اللي اضطر السيسي انه يفكر في تاسيس حزب سياسي، ونجاح الحزب ده مرتبط بان يكون تنفيذه بادوات مختلفه عن ادوات بتاعه اللي اسسوا بيها مجموعه دعم مصر في البرلمان، وان يكون حزب جماهيري ينضم ليه مؤيدين الرئيس من المحافظات والقرى والنجوع، ويقفل الباب قدام ان عناصر من الحزب الوطني المحل ينضموا او يتسللوا ليه، ويبقى عنده رؤيه فيطرح برنامج للانتخابات الرئاسيه اللي جايه. حسب العرب اللندنيه المراقبين بيقولوا ان الحزب الجديد ده هيفتح المجال لقطاعات كبيره من المصريين، وهيحافظ على الفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، وهيضم عدد كبير من الشباب اللي بيتحفظوا على اداء الحكومه. بس المادة 140 من الدستور بتنص على ان الرئيس مش من حقه ان هو يشغل اي منصب حزبي طول مدة رئاسته، فالسيسي مضطر يعين حد تاني كرئيس للحزب. والعرب اللندنية اشتغلت وسألت وناس قالت وفلان فتى بدون اعلام من حد، اللهم الا بعض النصابين المنتشرين في محافظات الدلتا اللي بيدعوا لحزب السيسي، وقالوا السيسي هيشكل حزب، وعمالين بيجمعوا تبرعات عينية ونقدية لحزب لحد أعلن عنه ولا الدستور يسمح للرئيس إن هو ينتمي له. فالعرب شايفة إن السيسي هيعمل حزب ما يقدرش يشارك فيه، طب يعملوا ليه؟ قالك عشان يلم الشباب، طب هما الشباب في مصر بتوع أحزاب، إنما وماله عادي على رأي واحد صاحبي وكله مش منطقي، بس هل هتلاقي حد ينفي أو يأكد بدل ما الناس تتبرع كده على حس السيسي وشعبيه السيسي؟ الملفت في الخبر بالنسبه لي هو يا اما العرب اللندنيه شايفه السيسي الان من 11/11 فرايح يعمل حزب، لان اكيد محدش ممكن يروح يعمل حزب في خلال اسبوعين، ولو هو قادر يعمل حزب في خلال اسبوعين ويلم الناس حواليه بالسرعه دي ويبقى حزب قوي ومتين يعمل حزب من اساسه ليه؟ معايا عبر الهاتف معالي وزير الطيران شريف فتحي تعقيبا على أمر في ندوة كانت دائرة قبل هذه الحلقة من القاهرة 360. أهلا معالي الوزير. أهلا أستاذ أسامة ومساء الخير عليكم على المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. الحقيقة أنا التعقيب بتاعي، أولا استمتعت بالندوة جدا، وبتصور فكرة طرح مواضيع بهذا الشكل للنقاش هي فكرة ممتازة، والحقيقة بحيي كل اللي كانوا موجودين على الأفكار اللي موجودة فيها، ولو إن فيها حاجات أنا بسمع عنها لما كنت صغير. يعني في بعض الأفكار اللي بقت كلاسيكية إن احنا بنسمع عنها من سنين طويلة، ويعني خدنا عليها خلاص. إنما الحقيقة كان تعقيبي على بعض الحاجات اللي هي يمكن مش دقيقة شوية. أول حاجة فيهم هي تعارض مصر للطيران مع السياحة. الكلام ده مش حقيقي أبداً، عمر مصر للطيران ما كانت ناقل سياحي للمناطق السياحية. لشرم الشيخ والغردقة والحاجات دي كلها. في سماوات مفتوحة في كل مطارات مصر ما عدا مطار القاهرة، فأهلاً بأي شركة طيران بتنزل هناك. والكلام اللي بيتقال إن طب مصالح مصر للطيران تمنع إن شركة شارتر ترجع بركاب من هناك، ده كلام مش صحيح. لان مصر الطيران ملهاش تشغيل هناك، وده لا يتعارض مع مصالح مصر. لكن هو مش بيحصل حضرتك مثلا لو طياره تشارتر جايه مصر ب 90 راكب ما ينفعش يركب معاها ناس اضافيين يرجعوا معاها فيبقوا 100 بدل 90؟ ما هم الركاب دول هيبقوا مش مصريين. هيبقوا زي ما هيكونوا يا فندم، يعني هو اخذ مصريين او غير. هياخدهم من شركه ثانيه تشارتر جايه. فانت او واحد مسافر وان واي راجع يعني عايز يسافر معاهم يعني. أنا تقريبا أنا يعني يمكن مش عايز أقول لك إن أنا ما بصيتش على هذا الموضوع، دي يمكن قواعد قديمة. إنما اللي أنا عايز أقوله في الحتة دي إن أغلب الناس اللي بتيجي على تشارتر بيكون معاها تشارتر باكج، الباكج ده ليه ذهاب وعودة، واحتمال لو كان في حاجة زي كده هي مالهاش دعوة بمصر للطيران خالص، بس يمكن تكون لحماية ركاب شركات التشارتر مع بعض. إنما الموضوع ده عمر ما كان ليه تأثير على مصر للطيران، لأن المصريين مش هيروحوا شرم الشيخ عشان ياخدوا رحلة ويطلعوا على أماكن أخرى من شرم الشيخ او من الغردقه او من الاقصر واسوان.
دي حاجه. طب هل قانونا يعني انا حضرتك الحته دي بالذات انا شفتها كده في الدقائق اللي قبل البرنامج، هل في حاجه تمنع قانونا تمنع ان انا اركب على اي طياره اصلا شارتر جايه ومرجعه الناس ان انا اقول لهم خدوني معاكم والله خدوا $100 دول وانا هاجي معاكم؟ في حاجه تمنع قانونا؟ انا معلش انا الصوت بيجي متاخر قوي. قانونا لو ده السؤال الحقيقه لازم ابص عليها من ناحيه القانون، انما منطقيا لان الناس جايه برحلات وباكيجات ذهاب وعوده، حتى لو وجد هذه الكراسي هتبقى حاجه ضعيفه جدا. فانا عايز بس الحقيقه او سبب مداخلتي ان انا احاول اساعد في موضوع التركيز، لان احنا اوقات بنسيب المواضيع الاساسيه ونركز في مواضيع فرعيه جدا نسبه حدوثها قليله ونحط المواضيع دي على اساس انها هي المشكله الرئيسيه. نعم. فالجزء ده انا شايف ان هو ما فيهوش اشكاليه، واذا كانوا ال 20 راكب دول اللي هيطلعوا هم دول اللي موقفين السياحه او مانعين الشارتر، فدي حاجه يعني سهل جدا التعامل معها. فخلينا بس نحط فاكت اول حاجه كده، ان ما فيش تعارض ما بين مصالح مصر للطيران وما بين مصالح شركات الشارتر اللي بتنزل، بل بالعكس وزاره الطيران بصفه عامه واتليست في الوقت اللي انا موجود فيه احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه لدعم السياحه بصفه عامه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا دايما بنتكلم بنقول لا سياحه بدون طيران، والموضوع ده يمكن ما يمسناش بس انا عايز اضيف عليها، وما فيش طيران بدون راكب. خلينا نخلق الديماند يا جماعه ونركز على خلق الديماند، لان الطياره مش هتشتغل راحه جايه بتكلفه $70,000 ولا $50,000 رايح جاي وتاخد دعم منهم 5000 ولا 6000 وتمشي وتشتغل وما فيش ركاب اصلا. اذا كان هناك ركاب هيبقى فيه طيران. الانجليز النهارده بيطالبوا الحكومه بتاعتهم من غير دعم ومن غير اي حاجه عشان تفتح مصر، لان الناس شايفه ان في ديماند على مصر بدون دعم. وكان عندنا 2010 جه ال 15 مليون سايح او 14 مليون وشويه، ما كانش كله مبني على الدعم، كان كله مبني على ان هناك طلب على مصر، شركات الطيران بتتحرك لخدمه هذا الطلب 100%. اذا خلينا نركز على المشكله، هو فعلا لا سياحه بدون طيران، انما لا طيران بدون راكب. من يملك الطيران مش هيشغل الطياره راحه جايه تخسر 50 و60 ألف دولار راحه جايه عشان يمكن يجي عليها 10 ركاب او 15 راكب او خلافه. الحاجه الثالثه من ناحيه رسوم المطارات، انا بدعو اي حد عنده دراسه عن رسوم المطارات، لان ممكن ده يكون حاجه تفتح لي برضو عيني على حاجه انا مش شايفها، لان انا درست الموضوع ده وشفته وطلبت بيانات في هذا الموضوع. رسوم المطارات انا بسمع كلام كتير عنها، والحقيقه انا مش عارف هي بتتحسب ازاي. انا خليت الطيران المدني عندي كسلطه جاب لي رسوم الاقلاع والهبوط وقارنها بتونس وقارنها بتركيا ومش العاصمه، قارنها بانطاليا اظن، ولقيت ان الاسعار اللي موجوده ماشيه مع الاسعار اللي حوالينا بشكل كامل. فاي حد عنده دراسات اخرى يجي بيها يشرفنا في سلطه الطيران المدني، وانا بفتح الباب مفتوح. عايز اعرف فين الحاجه العاليه اللي هنا، عشان لما نبتدي ندرس اي حاجه ندرسها بالورقه وبالقلم وبارقام محدده، ونقدر ان احنا نتكلم على ايه اللي ممكن يتعمل في المستقبل. نعم. الحاجة الاخرى، في بعض الناس متصورين ان احنا في وزارة الطيران قاعدين الطيارات فاضية مش شغالة لحد ما يجي واحد يجي يقول لي بكرة انا محتاج طيارة الاسبوع الجاي تروح تعمل كذا، انا محتاج طيارة الاسبوع اللي بعده تعمل كذا، واحنا نيجي واخدين الطيارة اللي قاعدة على الارض مستنية وبتصرف مصاريف ثابتة وعليها اقساط وفيها كرو متجهز لها ونطلع نعمل الرحله دي. يا جماعه موضوع الطيران ما تجيش بالشكل ده، موضوع الطيران عايز تخطيط طويل المدى، لازم ابقى عارف انا ايه الاسواق المستهدفه، لازم ابقى عارف ايه اللي هيتعمل لقدام، نقوم نقدر نزود الاسطول، نقدر نجيب طيارات، نقدر نفضي طيارات من مكان نحطها في مكان اخر علشان نقدر نشتغل ونقدر ندعم شغل حقيقي موجود. فالحقيقه هم دول الثلاث يعني ملاحظات اللي انا شفتهم على المناقشه، والهدف الحقيقه من اللي انا بقوله هو التركيز، لان الافكار كويسه جدا، وزي ما بقول لحضرتك في افكار منهم بسمعها من وانا صغير. الافكار دي بس عايزه تخش في خلاط واحد مع بعضه ويطلع من الخلاط ده استراتيجيه، الاستراتيجيه دي ممكن بعد كده هتخلي كل الامور دي اسهل. فيعني انا هل في استعداد يعني هذا الموضوع. يعني استعداد زي ما انا سمعت كده في النقاش اللي كان موجود مع اخونا مصطفى النجار، ان يبقى في تعاون بين
وزارتي السياحة والطيران في ان هم تبقى الباكج واحدة ويبقى الترويج واحد في جهات معينة، بحيث ان احنا ندعم الجهود في الفترة دي. يعني هم قالوا ان وزير السياحة والطيران يبقوا حاجة واحدة، لكن خلينا نقول التعاون بين الوزيرين او الوزارتين. انا شايفه ان في تعاون، وانا ازعم ان طلبات زيادة الطائرات اللي طلبتها وزارة السياحة مننا سواء كان عن طريق مصر للطيران او اير كايرو تم تلبيتها، وفي حاجات منهم موجودة في الوزارة محتاجة بس الموافقة النهائية عشان تشتغل. أنا بقول إن احنا في يعني قنوات مفتوحة جدا للتعاون في مجال السياحة، وأنا برضو بقول وفي ناس من اللي موجودين على ترابيزة الحوار النهاردة عارفين إن مصر للطيران سواء كان من ناحية تنشيط السياحة الداخلية أو الخارجية، ووزارة الطيران أخذت مبادرات كتير جدا لدعم السياحة ولم تتكلم على دعم ولم تتكلم على تكلفة ولم تتكلم على أي حاجة، إنما اتكلمت على المصلحة بما فيها. يعني أنا بتصور مش هتكلم على الحاجات دي، بس في ناس كتير من اللي موجودين على الترابيزة النهاردة عارفين إيه اللي عملته وزارة الطيران في حدود إمكانياتها لدعم السياحة. نعم معالي الوزير، أنا بشكرك على ثقتك، ورغم أن الندوة كانت بتدور في برنامج لكن ثقتك في أنك تتواصل معنا، إحنا نفس القناة وبالتالي المشاهد حتى تابع من هنا لهنا، فبشكرك على التواصل حضرتك معنا، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك، والحقيقة الهدف بتاعي هو ألو معاك يا فندم. الهدف بتاعي هو أن أنا أوصل الأفكار الصحيحة علشان يكون في تركيز في المستقبل في وضع الخطط، لأن أنا شايف أن احنا بنتكلم على حاجات يمكن مش واقعية وقد تكون مش صحيحة والرسائل اللي واصلة فيها مش مظبوطة، فعشان يبقى في تركيز يجب ان يكون عندنا المعلومات الصحيحه الكافيه من جميع الجهات. بشكر حضرتك معالي الوزير، معالي وزير الطيران شريف فتحي. طيب ده عندنا تعقيب تاني من الاستاذ حسام الشاعر المستثمر السياحي. اهلا يا استاذ حسام، انت مش مكفيك الندوه اللي كنتوا موجودين فيها؟ لا انا قلت برضه يا استاذ اسامه لازم امثل نفسي على حضرتك وعلى معالي الوزير. مساء الفل يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك بس انا تعقيب سريع، واشكر معالي الوزير ان هو اتدخل وعقب بسرعه، بس انا حبيت بس اعقب على الاسعار بالارقام سريعا يا استاذ اسامه عشان فرق الاسعار ما بين مصر وما بين اسبانيا وتركيا. يعني اقول لحضرتك سعر الهبوط، الدراسه دي موجوده وانا هبعتها لمعالي الوزير، بنتكلم سعر الهبوط في اسبانيا 3900 يورو، وفي تركيا 4000 يورو، في مصر 9000 يورو. سعر الخدمات في اسبانيا 1500 يورو، في تركيا 1000 يورو، في مصر 1500 يورو. الضرائب المغادره، ضريبه المغادره في اسبانيا 7 يورو على الفرد، في تركيا 7.5 يورو على الفرد، في مصر 25 دولار. ده غير حياتك في تأشيرة الدخول، مصر 25 دولار، الدول دي كلها صفر مفيش تأشيرة دخول. بنتكلم في طبعا سعر البترول، وهو ده يعني كارثة كبيرة. سعر البترول انت حياتك عندك تركيا 495 دولار، اسبانيا 475 دولار، مصر 705 دولار للطن، يعني ضعف الدول الثانيه في كل الارقام اللي انا قلتها لحضرتك يمثل ضعف الدول الثانيه. انا فاكر حضرتك الارقام دي برضه حضرتك كنت اديتها لنا في لقائنا لما كنت معانا هنا على الهواء في قاهره 360. بالظبط. فطبعا لا انا بعتها لسياده الوزير، وادام هو على يد البرنامج بتاع سيادتك يعني تبرع انه او قال لنا ان هو ممكن لو شاف الدراسه يسوينا بالدول، يبقى احنا شاكرين جدا. موضوع السفر بتاع الشارتر هو مش موضوع كبير، لكن هو في قرار وزاري قديم موجود بمنع الطيران الشارتر بانه ياخد راكب اجنبي او مصري من الغردقه او شرم الشيخ وان واي، ده قرار وزاري مش قانون، وممكن معالي الوزير يلغيه ده ما قال لسيادتك وما عندوش اعتراض عليه يعني، فممكن يلغيه، هيساعد شويه الشركات دي ان هي عموما هو ده يفتح باب الحوار المباشر بينكم استاذ حسام مع معالي الوزير شريف فتحي، لان شايف انا منه ان هو بيقول ان الباب مفتوح للحوار والنقاش لان الامور تتاخد لما هو في صالح مصر، لان في الاخر خالص مصر للطيران او السياحه او المستثمر الخاص او الدوله كله في الاخر خالص بيقول مصلحه
البلد كلها على بعضها بشكل كامل، بهياش متجزئه زي ما كان بيثار في النقاش. اعتقد دي كانت نقطه بيقولها المهندس سميح ساويرس، ان وزير الطيران ملوش دعوه بالسياحه وان وزير السياحه ملوش دعوه بالطيران. احنا في الاخر خالص عايزين مصلحه البلد، فاتمنى ان يحصل هذا التواصل بينكم وبين معالي الوزير. يعني وفي تواصل فعلا، يعني في تواصل معاه فعلا، وانا اتمنى بس ان هو هي موضوع يا استاذ اسامه معلش تاني، هو موضوع المطارات اهم حتى مؤسسه الطيران. طبعا مفيش مشكله كبيره، لكن هو موضوع اسعار المطارات ده يا ريت معالي الوزير يبص عليه يعني بعين حريصه انه يساوينا بالدول المنافسه. تمام يا فندم، يعني اعتقد ان رساله حضرتك برضو وصلت اكيد لمعالي الوزير. شكرا جزيلا للاستاذ حسام الشاعر. طيب خلينا يعني قبل ما نطلع للفاصل عشان ما نبقاش طولنا عليكم قوي، امبارح انا كنت قلت لحضراتكم ان الفلبين ورئيسه خلعوا امريكا. النهارده وزير الدفاع الامريكاني اشتون كارتر بيقول واشنطن هتحافظ على التزاماتها مع الفلبين رغم كلام رئيسها دوتيرتي عن انفصاله عن الولايات المتحده الامريكيه. كارتر كان قبل ما يوصل تركيا قال اي علاقة لازم تكون علاقة تبادلية وهنواصل بحث الامر مع الفلبين. الحقيقة ما فهمتش ايه اي علاقة لازم تكون تبادلية. طب ما الناس قالوا العلاقة مش تبادلية، ما فيش علاقة مع امريكا. والرئيس الفلبيني طلع وقال للرئيس الامريكي مش هروح امريكا، مش هرجي لك تاني يا ابن العاهرة. يعني عايزه يوضح موقفه اكتر من كده ازاي؟ عموما هو تلقيح جتت امريكاني بحت على الناس الفلبينيين. فوكس نيوز بتقول هيلاري كلينتون كشفت في المناظره اللي اتعملت الاخرانيه دي مع ترامب اسرار الترسانه النوويه الامريكيه بعد ما قالت انه لا يمكن تسليم مسؤوليه التحكم في الاسلحه النوويه الامريكيه لدونالد ترامب. وقالت مسألة استخدام الأسلحة النووية بتنحصر في ضرورة تنفيذ أمر الرئيس بعد إصداره، ودي 4 دقايق بس بين إصدار الأمر وإطلاق الأسلحة النووية. عشان كده 10 أشخاص تحملوا المسؤولية دي وخدوا خطوة غير مسبوقة وأعلنوا إن هم مش بيثقوا في إمكانية تسليم ترامب شفرة السلاح النووي. فناس بقى في السي اي اي، ناس سابقين من السي اي اي، طلع لك ايه التخاريف اللي بتقولها الست دي؟ دي المعلومات اللي بتقولها هيلاري كلينتون دي بما فيها تفاصيل الفتره الزمنيه دي معلومات سريه وعسكريه. وهي بتطلع كل شويه تستخدم شغلها اللي كانت بتشتغله كوزيره خارجيه قبل كده عشان تاثر على الراي العام الامريكاني، وتطلع نفسها انها عندها كل الاجوبه على كل الاسئله وعليمه ببواطن الامور، فبدل ما تحمي المعلومات السرية بتطلع تفضحها. يعني هيلاري نوياها الليلة نوياها، لا محتاجة تجسس روسي ولا تجسس صيني ولا حاجة، انتوا سيبوا بس الست وهي تقول. او على رأي يونس شلبي في العيال كبرت امسكوا لي بقي، حد يمسك لها بقها عشان خاطر الست محتاجة حد يركب لها جلدة بدل ما عمالة تقول تفاصيل بلدها العسكريه. ده احنا ياما هنشوف العجب. لسه امبارح كنت بقول لكم ان هم مرشحين اكس اكس سمول، مش عارف هو في حاجه اصغر من اكس اكس سمول؟ الست اللي تقف كده تتفاخر وتدلي باسرار عسكريه مهمه جدا عن بلدها تقولها كده في مناظره، حاجه تضحك. هنروح للفاصل ونرجع نلتقي بمواطن بلجيكي محترم عايش في الأقصر بقاله 10 سنين. بيعمل ايه في الأقصر؟ وشايف الأقصر ازاي؟ وشايفنا كلنا ازاي؟ فتعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نلتقي مع هذا المواطن البلجيكي المختلف، يعيش في الأقصر ويساعد أبناء الأقصر منذ 10 سنوات. هون بعد الدعوه اللي قدموها لنا شركه اوبو، جينا لهون وانا شفنا هاتف
F1S والحق هو حقيقة هاتف رائع. سينا جابناه لهنايا وكان هاتف فيه كاع المميزات اللي نحتاجوها في الاستعمالات اليومية تاعنا. في خصوص السوق الجزائرية أوبو هي بدات تنتشر وبدينا نشوفوا الشباب الجزائري حامل لهواتف أوبو بعد التخوف الكبير اللي كان من المنتوجات الصينية. الآن ولا الشباب الجزائري يقتني هواتف أوبو ومعجب بها والحمد لله. مدير الأعمال لشركة أوبو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي اللي انتهى من شوية صغيرين قال نفس الكلام ده، قال إن احنا بنؤمن مقتنعين تماما بأهمية مصر كموقع جغرافي وكموقع اقتصادي إقليمي، ونؤمن تماما بمستقبل الاقتصاد المصري والاستثمار في السوق المصرية. ومن هذا المنطلق قررنا إطلاق الهاتف الذكي الجديد للشركة في مصر. وزي ما قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من أيام في المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه انطلاق 4G الجيل الرابع في مصر، قال إن سوق مصر واعدة، وأكبر دليل على كده إن عمالقة شركات الاتصالات موجودين في مصر وقاعة للتخصص. Yes, as we mentioned at the launch event, we have been in Egypt's market for the last 2 years and we achieved, I think, it's not can say a success, but I think we may achieve we achieve our target. So actually we don't have the accurate numbers, but as we see from the data we have now, I think we are now in the top 5. It's been very positive, and now we are ranking top 5 in Egypt. And during the future years, with the support of the Oppo MENA regional office, I think it will definitely be much better. It's because of the economy, it's going very strong, and we also see Egypt as the cultural center of the Middle East and North Africa region. It's a very beautiful device, best device for selfies. I think the Egyptians will definitely love it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين النهاردة كان في حفلة مايكل بولتون المغني الأمريكي اللي موجودة في أرض المعارض. الحفلة انتهت منذ قليل، هي جزء من الترويج للسياحة لمصر. والحقيقة مايكل بولتون من الفنانين اللي أنا شخصيا بحبهم جدا، استمعت ليه كتير جدا خصوصا في فترة التسعينيات. في فترة ما كنت في الإذاعة كنت بقدم أغنياته بشكل مستمر. لكن خلينا نشوف وقع هذا الحفل من معالي وزير السياحة يحيى راشد. أهلا وسهلا معالي الوزير. أسامة بي، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك ومبروك نجاح هذا الحفل. ربنا يخليك. الحقيقة في حوالي 4500 شخص تقريبا في النهاردة بيتفرجوا على مايكل بولتون، والحقيقة الحفلة ناجحة بكل المقاييس. صورة ذهنية مشرفة لمصر، بتقول ان مصر امن وامان. وطبعا هو نفسه منبهر باللي شافه، وبيقول طبعا ان هو يحب يجي يغني هنا مرارا وتكرارا. يعني عظيم. انا كنت شايف له صور امبارح كان متصورها وهو ماسك اللافته اللي مكتوب عليها This is Egypt. ايوه. طيب يعني هذا الحدث هل هنقدر نستغله في الفتره القادمه بشكل اكبر بحيث ان احنا نروج لمصر اكتر؟ يعني 5000 واحد موجودين في وسط المغني او في وسطهم المغني ده، هنبعت الصوره للعالم ازاي؟ الكفرج الحقيقه عن السوشيال، عن طريق السوشيال ميديا مهم جدا. الفانز بتوعه طبعا هم من بقالهم يومين بيتكلموا عن هذا الحدث. واحنا من عندنا برضو كل السوشيال ميديا تولز مشغلينها علشان خاطر تنقل الصوره الحقيقيه لمصر على مستوى العالم. انا كنت الحقيقه عايزه يتكلم معاك، لكن هو عنده مشكله في صوته دلوقتي، بيحاول ان هو يعني ايه
ما يبقاش يعني تعرفوا ما حدش يطلع ويحس مرفوع، فبيحاول ان هو بيعمل حاجه بصوته، هو هيجي يكلمك عشان ايه يقول لك انطباعه هو برضو عن طيب ده يجهز له ينسون ده عشان خاطر عشان خاطر يقدر يدي. هو الحفله قعدت قد ايه يا فندم؟ قعد يغني قد ايه؟ الحفله قعدت حوالي ساعتين ساعه ونص ساعتين كده، وهي كانت الحقيقه ناجحه بكل المقاييس. وهو هو جاي اهو هيتكلم مع حضرتك ويقول لك عن انطباعه للزياره والبرفورمنس الكونسرت بتاعه في القاهره. Mr. Michael Bolton, you have Mr. Osama Kamal with you from Qahira and Nas. It's a great program. And Mr. Michael Bolton. Sayyid Michael Bolton. كيف حالك؟ يسعدني أن أتحدث معك سيدي. شكرا، يسعدني أن أكون هنا ونتحدث معك. أنا أيضا إنني معجب بك. إذا لم أكن أنا على الهواء اليوم في التلفزة لم يكن من الممكن أن ألا أحضر. آسف أنك لم تحضر، ولكن ربما تأتي مرة أخرى. فقضينا وقتا جميلا هنا منذ أن وطأت قدمنا هذا الأرض من الطائرة، والتقينا بأصدقائنا المصريين بطريقة حارة ومشاعر عظيمة بالنسبة لنا. كان هناك حفل ممتاز مساء اليوم، الدفء والاحتفال كان مبهر. آمل أن يكون هذه بداية لأعمال كثيرة أحضرها هنا. هل كنت تتوقع أن يكون لديك هذا العدد الكبير من الموجودين في مصر؟ لم أكن أتوقع، ولكن لسنوات عديدة قيل لي أن علي أن أتي لمصر، أن هناك معجبين كثير لي في مصر، وجئت كنت سوف أأتي في عدة مرات ولكن لم يحدث. ولم أعتقد أنها مسألة معروفة، فقد الناس بعيدين عن وطني ولا كيف يعرفون كل أغاني بهذه الطريقة. كان ذلك عظيم بالفعل، عظيم جدا، مشاعر عظيمة. كنت أنا أذيع في الإذاعة منذ سنوات عديدة، وكان هناك أغاني مشهورة لك ناجحة مع فرانك سيناترا، وكنت من الكبار. حتى الأغنيات الناجحة لك كانت دائما ما تذاع هنا لعدد كبير من المعجبين لك هنا في هذا البلد. شكرا. كان ذلك في سنة 98 منذ سنوات بعيدة، ولكن هذه الليلة كانت عظيمة، وكان الناس تعرف الأغاني والكلمات. فإذا كنت تعمل دي جي فبالتأكيد تعرف أغاني كثيرة لي في أنحاء العالم المختلفة. كان ذلك مفاجأة عظيمة بالنسبة لي. كنت أتمنى أن تراهم على المسرح هنا، كان أمر جميل، الابتسامات والدفء والاستقبال العظيم. أتطلع أن تأتي إلينا إلى مصر مرة أخرى، بالتأكيد لن يفوتني حفلك المرة القادمة. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا، أسعدت معك. مايكل بولتون الحقيقة مغني رائع، كان ابتدى في السبعينات والثمانينات، كان للناس كتير قوي ما تعرفش هو كان مغني هارد روك وهيفي ميتال في الفترة الأولانية قبل ما يتعرف بعد كده في التسعينات بأغنياته الشهيرة. وجوده في مصر بيعني شيء مهم جدا، وجود مثل هذه الحفلات وانتشارها وانتشار في العالم ان الفنانين عايزين يكونوا موجودين في مصر، ان ليهم قاعده جماهيريه موجوده هنا. الخطوه اللي جايه انها تكون حفلات تنظم بحيث انها مش بس يكون فيها جمهورها من المصريين، ولكن يكون ليها جمهور بياتيها من اماكن اخرى من خارج مصر، تشجيعا للسياحه ترويجا. يعني ده مش هنقول ان عدد الناس هتحضر حفله هو ده اللي هيزود السياح قوي، لكن هو ترويجا لفكره أن مصر بتقدر الفن، مصر بتقدر الموسيقى، مصر بتقدر. بيبقى دايما زي ما قال معالي الوزير يحيى راشد أن في
يعني بيبقى ليهم قاعدة جماهيرية عندهم في بلادهم، هم نفسهم بيبتدوا ينشروا الصور وبينشروا الخبر وبينشروا الفكرة، فهو نوع من أنواع الترويج المجاني للسياحة في مصر. تاني بحيي الوزير وبحيي رئيس هيئة تنشيط السياحة وبحيي أحمد عبيد اللي نظم الحفل ده على هذا المنوال الناجح. عايز أكلمكم عن ضيفي. ضيفي هو السيد كريس هابرتس. هو زي أغلب الأجانب المقيمين في مصر، عددهم في الأقصر موجودين حوالي 1200 أجنبي، حاسين إن هم جزء من الأقصر. طباع كتيرة قوي من طباعهم تطبعوها بأهل الأقصر، لكن كريس متميز عن الباقيين إن هو بيساعد أي أجانب أو وفود أو بعثات إنها تيجي جاية للأقصر إنها تشتغل أو تعمل سياحة، بيسهل لهم الإجراءات، بيساعدهم إن هم يتعرفوا على نماذج مشرفة تخلي انطباعهم عن أهل الأقصر وعن المصريين إيجابية. عشان كده أهالي قرية طود بيعتبروه أنصل بلجيكا في الأقصر، لأن هو أصلا من بلجيكا وسموا شارع في قرية طود باسمه تكريما ليه. هو بقاله 8 سنين عايش بشكل مستمر هو وزوجته في مصر، بيتكلم عدد من اللغات كبير، هولندي ألماني فرنساوي إنجليزي، وعمل حالة في الأقصر، فتح جمعية، أسس مركز طبي نص طاقته بيعالج الناس في الأقصر بالمجان، طول الوقت شغال على أن يكون موجود فيه أطباء عالميين من جنسيات مختلفة، عمل أكاديمية كرة قدم، بيجيب مدربين أجانب عشان يشوف الأولاد من سن 14 سنة، ومركز تعليم تربوي ولغات الأطفال والسيدات في محافظات الأقصر. من أسبوع كنا الحقيقة عايزين نستضيفه، ولكن كان مسافر وعمل معرض فني بلوحات بنات الأقصر في بلجيكا، وتمن بيع اللوحات راح لمشروعات جديدة للأطفال. لو هيئة تنشيط السياحة قررت تعمل صفحة لدعم وتنشيط السياحة في مصر، مش هتكون بنفس قوة الصفحة اللي عملها كريس لمصر على فيسبوك عن مصر. You're most welcome. مرحبا بك. Thank you for having me. شكرا على استقبالي، فهو شرف عظيم لي أن ألتقي بك سيد أسامة. سعادة وشرف لي أن ألتقي بشخص بهذه النوايا ليكون ضيفي هنا. Yes. نعم. These are very kind words. هذه كلمات كريمة من جانبكم. But I want to ولكنني أود something very clear from the beginning. وضح شيء من البداية بوضوح كامل. لا يمكن لي أن أفعل أي شيء في مصر دون المساعدة العظيمة والدعم والجهود الكبيرة والطاقة والعمل من شخصيات عظيمة، شخصيات مصرية عظيمة، وبصفة خاصة في مدينة لوكسور وفي طود، الذين ساعدوني في التوصل في كل ما توصلت إليه حتى الآن، وذلك لمصلحة كافة جميع الناس. أقول دائما إنني أقوم بشيء صغير صغير لآلة كبيرة، ولكن بصفة خاصة هم الناس المحليين المتطوعين الذين تسببوا في إنجازات، ولم يكن ممكن أن أفعل أي شيء دونهم. أود أن أوضح ذلك تماما، إنه من السهل أن أستفيد كبلجيكي وأقول إنني نصف مصري، فإن جسمي بلجيكي ولكن جوازي يقول إنني بلجيكي، ولكن قلبي يقول إنني مصري. وأود أن أوضح تماما أنني لا يمكن أن أفعل أي شيء في مصر دون دعم العدد الكبير من الشخصيات العظيمة في لوكسور وفي طود وفي كل أماكن مصر. فلنبدأ من البداية، كيف جئت إلى هنا؟ في الواقع البداية كانت الجزء الأصعب للقصة، لأنني زوجتي وأنا واجهنا حادث سيارة حزينة، وكانت هذه شيء أيقظنا. كان ذلك في بلجيكا، وأنا وبصفة خاصة زوجتي أصبنا إصابة كبيرة، وكان في الواقع شقيقتي التي قالت لزوجتي عليك أن تحاربي وتناضلي، هناك أسباب كثيرة لكي تعيشي، عليك أن تحاربي من أجل الحياة، وإذا ما كنت على استعداد أن تعودي إلى طبيعتك وتخرجي من هذه المستشفى وتتخلصي من العلاج،
سوف نقوم برحلة وتستطيع أن تختاري المكان الذي تودين الذهاب إليه، أي بلد. وزوجتي ليدي منذ أن كانت صبية كانت تحب مصر بسبب أباها الذي جاء معه ورقة بابايروس معه إلى مصر، وقالت أود أن أذهب إلى مصر، وجئنا هنا من أجل الرحلة البحرية والتقينا بناس جميلة، وكانت هذه أجازة حياتنا العظمى، وشعرنا أننا في موطننا في بيتنا. جئنا لمصر لأول مرة وفي الرحلة النهرية عبر النيل، ورأينا الماضي لهذا البلد الجميل وأيضا المستقبل وهو هذا الشعب العظيم المصري. شعرت أنني قد جئت إلى وطني، ولم نأخذ وقت لكي نقرر أن نبقى هنا. والآن نحن سعداء هنا، كل يوم نحن سعداء، الشمس ساطعة، طعام ممتاز، شعب ممتاز، نحن هنا ونأمل إن شاء الله أن نبقى هنا سنوات عديدة أخرى. يسعدنا أن يكون معنا شخص مع مثلك هنا في مصر. وزوجتك أيضا، هل أهلا لزوجتك؟ First of all, you're originally a photographer. أنت أصلا مصور. I see life أرى إلى الحياة دائما من الخيال، من الصور. I focus. وأركز. هذا يجعلني أركز على الأمور، وهذا يساعدني طوال حياتي أن أركز على الأشياء وأرى التفاصيل وما هو أهم. ولا بالرغم من أن الصورة فيها السلبي في الماضي، ولكن التركيز على الجمال والأشياء الجميلة. ليس فقط من السهل أن نرى الشيء السلبي، ولكن أن نحاول أن نرى الأمور الجميلة. بصفتي مصور دائما ما كنت أحاول أن ألتقط اللحظات والتي لا أود أبدا أن أنساها، سعيدة وملهمة. نعم. هل حقيقي كنت مصور لشخصيات كبيرة مشهورة؟ وهل كنت مصور لمايكل جاكسون؟ كنت أتمنى أن أكون المصور الخاص بمايكل جاكسون، ولكني لم ألتقي به أبدا ولم قمت بتصويره أبدا. صورت بالفعل various international stars، لنجوم دولية كبيرة مختلفة، also the big cycling events like the Tour de France، مثل الأحداث الرياضية مثل سباق العجل في فرنسا، ولكن دائما بأظهر للناس. ومن يقوم بشراء الصحف أن يرى صوري، كنت أود أن أريهم الخلف وأركز مرة أخرى، ليس فقط على ما يركز عليه الجميع، ولكن على الأمور التي تحيط بالأشياء. وسافرت إلى مناطق مختلفة من العالم، وحضرت اجتماعات كبيرة مع شخصيات كبيرة. حتى اليوم أتصل مع كافة المصورين في أنحاء العالم الذين التقيت بهم، فإننا بعد ما نلتقي سويا نعود إلى بلداننا، ولكن هناك علاقات حارة مع زملاء السابقين. إذن لدي رسالة من مجدي محمد، يقول مرحبا بك في مصر، وانني اشعر لك الامتنان انك تساعدنا ترسل الرسائل الى البلدان الاوروبيه. انا بلدي مصر جميله وامنه، وانك اشكرك على مساعده بلدي وصناعه السياحه في بلدي. اشكره على هذه الكلمات الكريمه، واعني كل كلمه قلتها. محمد العريشي ايضا يقدم لك بالشكر على كل ما تقوم به هنا. Somebody under the name وهناك شخص اسمه نصر محمود. نصر محمود يقول لك إن لك كل التقدير والحب من رابطة تنمية المجتمع في تود ودار الشفاء للعلاج الطبيعي في الأقصر. إذن أصدقائك يتابعونك. عظيم أن أسمع ذلك. مرة أخرى أعتقد أود أن أحاط بالناس. المصريون شعب جميل، ما يحتاجون للقيام به أن يؤمنوا أنهم عظام
وأن بوسعهم أن يتوصلوا إلى أمور عظيمة. في بعض الأحيان يكون لي شعور أن الشعب المصري يعتقدون إنهم ليسوا بعظماء ولا يمكن لهم أن يحصلوا على شيء. في الأسبوع الماضي كنت في بلجيكا أقدم شخصية مع نور وشخص موهوب لمعرضي وطبيب الذي جاء للأقصر في الاستئفاء الماضي لقام بعدة عمليات مجانية. دعا الأطباء من مصر. كان من غير الممكن أن يفعل ذلك إذا لم يكن متأكد من مهارة هذه أو الأطباء المصريون. عليهم أن يؤمنوا أنهم شعب عظيم فهم عظماء ويجب أن يقبلوا هذه المجاملة. هذه ليست مجاملة من جانبي ولكن من الآلاف والآلاف والملايين من الناس في أوروبا الذين يقولوا نفس الشيء. هناك مثال آخر. جاءت لنا دعوة من مركز ربابة في التود بناها عدد كبير من الناس أغلبيتهم شخصيات عظيمة من تود متطوعين يتطوعوا بطريقة توعية أن يبذلوا الجهود وبذلوا الجهود في هذا المشروع من أجل فائدة ومصلحة شعب تود. جاءت ناس لنا من السنغال ولكي يكتشفوا كيف يتم ذلك لسنوات قبل حضوري إلى مصر هنا. لأن جلال بدأ ذلك مع أصدقائي قبل أن حضوري إلى مصر. كان يعرف أهمية التعليم للأطفال وبدأ هذا التعليم في منزله. والآن على نفس المائدة على نفس الشخص جلال نفس الناس ولكن في مركز تعليمي في جبالة. الناس من المركز جاءوا احضروا الى السنغال لكي تبنوا معنا. هذين مثلين فقط ولكن يثبت ذلك انهم لهم قيمه ويتاكدون ان الشعب المصري العظيم من الممكن ان يساعد الناس في كل انحاء العالم بمهاراتهم بكرم وفاتهم والجهود المبذوله من جانبهم من خلال طاقتهم ومهاراتهم ومواهبهم. في بعض الأحيان أشعر عندما أمشي في لوكسور أن الشباب في لوكسور لا يؤمنوا بطريقة كافية في قدراتهم ولا يؤمنوا أن من الممكن أن يتسببوا في اختلاف. يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. كل يوم ملايين من المصريين يتسببوا في تغيير في حياة الناس. يجب أن نؤمن في أنفسنا. إنك تختلط مع أفضل الشعب المصري. الشعب في لوكسور وأسوان في هذا الجزء من مصر في رأيي أنا شخصيا هم الأفضل مننا جميعا. إنك تعيش مع أفضل المصريين في هذا الجزء من العالم. ما الذي تراه في المصريين غير هذا النقص في الثقة الشخصية كما تقولون أن الناس تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك. ما هو الذي أصبح أو الأقل مؤخرا أو تغير في أن يكون القصور الخاص بالمصريين؟ لكي أكون صادق السيد أسامة لم أرى أي قصور لا أرى أي عيوب. كل شخص له مواهبه كل شخص له احتياجات خاصة بطريقة بأخرى. ما تشاهده وما أشعر به أنا شخصيا من قلبي أن هناك خوف. خوف عندما يحدث أي شيء مرة أخرى في مصر يخشوا أن مصر قد تختفي أو تذهب. نعم أنا أتفهم وأحترم هذا الخوف ولكنني أعتقد أن نستطيع أن نتحد في مركزنا في دار الشفاء في لوكسور في مركز ربابة. الجميع من الممكن أن يتحد ويأتي ولا نقول أنك قبطي مسيحي لا نرحب بك أو أنك مسلم أو لا نرحب بك أو أنك امرأة أو رجل. لا الجميع مرحب بهم ويرحب بنا. الناس عليها أن تقف سويا أن تسعى في أن تتواجد في كل شخصين. ربما أفعل أنا ذلك وأسامة يضيف ذلك. نحن سويا هي لفائدة كافة الناس. علينا نعمل سويا يدا في يد مع بعضنا بطريقة أكثر. أتفهم مرة أخرى هذا الخوف
في المجتمع، ولكن لا يمكن أن يسيطر على حياتنا. السياحة، السياح سوف يعودون إلى مصر، سوف يعودون إلى مصر لأنهم يحبون مصر. مرة أخرى كنت بلجيكا وقيل لي من جاء لمصر من قبل قال لي لن أنسى هذه الأجازة أبدا، هي لا يمكن أن تنسى. ولم يأتوا بعد يقولون سوف نأتي، ولكن علينا أن نكون مستعدون. الشباب من الممكن أن يستغلوا الوقت والوقت الحزين بالنسبة لهم لأسرتهم ولأسرهم، نقص السياحة يعني لا يوجد عمل، لا يوجد دخل، ولكن من الممكن استخدام هذا الوقت لكي يكونوا أقوى ويتعلموا بلغة جديدة مثلا، يتعلموا مهارة جديدة، يقرؤون لكي يستعدوا عندما يأتوا إليهم السياح مرة أخرى، وسوف يأتون. هذه إحدى الأمور التي كنت أتحدث بها مع خبراء السياحة منذ عدة أسابيع. كنت أقول لهم الآن ليس لدينا سياحة، هل أنتم تستعدون الآن للوقت عندما تأتي إلينا السياحة مرة أخرى؟ للأسف لم يكن الوضع كذلك، ولكن على مستوى هؤلاء الأطفال والشباب يكونوا مستعدون بطريقة أفضل، وأن يصبحوا أفضل من الحكومة ومن المسؤولين في السياحة. كنت في بلجيكا مؤخرا كما قلت، وكنت تروج رسومات والنور ويسرى حفة، أسرة عظيمة من لوكسور، كانت لهم فرصة المشاركة في معرض في بلجيكا، واستفدنا من هذه الفرصة لكي نروج مصر من وجهة نظر أخرى. بالتأكيد المعابد والأهرامات، وادي الملوك، كل ذلك هام جدا، يجب أن نشهده. وأعرف ذلك، أنا شفت ذلك بنفسي، رأيت ذلك ولن أنسى ذلك، لن أنسى أول مرة رأيت ذلك في حياتي. معبد الكرنك رأيت ذلك بعيني، لا يمكن أن تقنعني أن ذلك ليس مهم، ولكن نحاول من خلال أحداث مثل معرض الرسومات أن نظهر مصر بشكل آخر للناس. لديك الماضي وهي المعابد، ولكن أيضا هذا البلد لديه المستقبل، ونود أن نشارك في هذا المستقبل من خلال الرسومات أو الصور مع جمهور جديد، ربما ناس لم يأتوا إلى مصر أبدا. ولذلك فقد اتخذنا فرصة أن ننظم هذا الحدث الكبير بمساعدة المجتمع الكبير في بلجيكا، وسيدة من هذا المجتمع، ومرة أخرى بالأزرع المفتوحة، يحبون هذا البلد، إنهم معنيون ويحبون مصر، وإلا كانوا سوف يقولوا آسفين لن نشارك. استمعت أيضا، كانت هناك منح من ملك بلجيكا بعد أن سمي شارع باسمك في توتس. نعم، مرة أخرى هذا الشارع اسم شرف عظيم لي، لا أستطيع أن أصدق هذا الشرف، فيجعلني أنا شخصيا متحمس عاطفيا جدا عندما حدث ذلك. ولكن هذا ليس شارع كريس، ولكن شارع من هؤلاء الناس العظماء الذين قاموا بمساعدتنا طوال هذه السنوات، الناس في تود والناس في بلجيكا والناس من أوروبا ومن أنحاء مختلفة من العالم. نعم، هذا حقيقي، وقلنا شكرا، شكرا جزيلا لسفيرنا لهذه الهدية العظيمة، وبدأنا في بناء الدور الجديد في ربابة، والمال الذي جاء لنا أنفق بطريقة جيدة. كيف ما هو رأيك أنت شخصيا؟ عندما قررنا أن نترك بلجيكا قمنا ببيع كل ممتلكاتنا، كان لدينا منزل قمنا ببيعه، وسيارة أيضا وقمنا ببيعها، وأخذنا كل هذه الوفرات ونعيش من هذه الوفرات، نعيش حياة بسيطة للغاية، صحية للغاية، محظوظون إلى حد كبير مع زوجتي
التي تقوم بصنع الطعام البلجيكي المصري بمكونات طازجة، أشتريها كل يوم من لوكسور. نعيش حياة بسيطة، هذا ما كنا نسعى إليه، حياة بسيطة لأنفسنا ووقت كاف لكي نستثمر في خدمة المجتمع. إذن إنك مهتم بالتعليم في الرسم وفي المستقبل وأيضا في كرة القدم. نعم. قد اكتشفنا أن بعض طلابنا وبصفة خاصة الذكور منهم الصبية في بعض الأحيان بالرغم أنهم يعملون بطريقة جادة، لا أقول أنهم لا يعملون ويدرسون بطريقة جادة، فإن المتطوعين دائما ما يهتمون بكل ذلك، ولكن الحافز كان الدرجات التي يحصلون عليها في المدارس. قلنا لبعضنا البعض بسبب نادي بلجيكي لكرة القدم نشكره على ذلك، قلنا فلنعطي تدريب مجاني لهؤلاء الأطفال، وذلك بمساعدة لاعب فني لكرة القدم وهو السيد فريدي. وقلنا إذا ما كان من الممكن لك أن يكون لك درجات جيدة في المدرسة، كنا للطلبة ذلك، فإن كرة القدم سوف يكون تدريب دون أي مقابل مجانية. وإذا خسرت درجاتك لأشياء لم تفهمها، ربما الرياضة، تخطأ في الرياضة، أنا أخطأت كثيرا في الرياضة كطالب مثلا بصفة خاصة الرياضة، غلطة واحدة وفي النهاية النتيجة تكون خاطئة. إذن إذا انخفضت درجاتهم لا نتركهم، لا نقول لهم أننا لا نرحب بكم في كرة القدم، ولكن نعطيهم دروس إضافية. كل هؤلاء الصبية الآن يحتفظون بمستواهم العالي، يعملون بطريقة جدية وأصعب من قبل. يوم الجمعة بعد الظهر السيد فريدي سوف يكون السيد أحمد والسيد الأحمد الآخر لمساعدتنا، وبالتأكيد لدينا هذا الدعم من فرق من بلجيكا. من ضمن هذه الفرق مساعدة من السيد ماجد سامي، ونأمل وهذا حلمنا الأكبر، وقد اقتربنا من التوصل إلى هذا الحلم وإنجاز هذه الخطوة الكبيرة، ونأمل أن يتمكن هؤلاء الصبية أن يلعبوا في نوادي خارج مصر. ونتحدث مع شركات ووكالات في الوقت الحالي التي يتعاونون معنا، ونتطلع لذلك. لقد رأيت أحمد حسن العظيم السحري يلعب في أندرليخت، وهو أصلا من أي صعيد مصر، جاء الناس بصفة خاصة لكي يشاهدونه يلعب. أندرليخت هي فريق كبير، والاستاد لأندرليخت يكون مليء في كل أسبوع وفي كل مرة يلعبه، ولكن هناك فرق صغيرة زوار أكبر. عندما ذهب إليه أحمد حسن لأندرليخت، عندما ذهب إلى بلجيكا. إذن كرة القدم من الممكن أن تكون أساس لبرنامجنا التعليمي، وتكون صلة مع العالم الخارجي. المصريون أو أغلبية المصريين التي يعيشون في بلجيكا لديهم، هم ناجحون إلى حد كبير، يحبهم الكثيرون، وهم سفراء لبلدهم. أحمد عثمان مصري يعيش في بلجيكا ويقول: أود أن أؤكد أن البلجيكيين قلوبهم طيبة دائما وأخلاقهم عظيمة، وذلك بسبب نوع التعليم والتدريب الذين يحدثون عليه، ويرحب بكم من فيلمور. شكرا جزيلا. وفي كرة القدم كان هناك صلة مع الفيفا من أجل اللعب، بالرغم أننا لم نكن نادي لكرة القدم في ذلك الحين. مركز رباب، مجتمع ربابة ومجتمع تود
قرروا أن يقوموا بالإعدادي للعبة فير بلاي لفيفا. ما قام به فريدي الدور الذي يقوم به فريدي يقول نعم من الممكن أن تتدرب بطريقة جادة بصفتك مصري تستطيع أن تدرب الشباب وتطور المهارة كلاعب كرة ولكن فجأة قد يكون تقع في حادث أو إصابة لا تستطيع أن تلعب يجب أن تتأكد أيضا أن تعليمك جيد ولديك طريقين إذن الهدف من الممكن أن يكون نستمتع بالفير بلاي وكرة القدم ولكن أكثر من ذلك أن يكون هناك شيء آخر Also, you've worked on trying to. أيضا عملت من أجل حل المشكلات لجمع القمامة وحماية البيئة. ما الذي فعلته وكيف نجحت؟ مثلا في بلجيكا. لديهم كلاب تساعد الأطفال ذوي الإعاقات لمساعدة من يفقد بصره. هؤلاء الكلاب يحتاجوا إلى كثير من التدريب خارج البيوت ويكلفوا الكثير من المال لتدريبهم المنظمات التي تقوم بتدريب هذه الكلاب تود أن تجعل هذه الكلاب تقدمها مجانية لمن يحتاج إليها إحدى الأمور هو جمع bottles of water غطشان الزجاجات الغطاء مثلا زجاجة بركة غطاء الزجاجة يقوم بجمع ذلك وشركة تقوم بشرائه من هذه الأموال يقوم بمساعدة المنظمات التي يقوم بتدريب هذه الكلاب Our children in God. أطفالنا في دوت كانت فرصة فريدة لهم أن يقوموا بشيء جيد للناس في بلجيكا نساعدهم بالمساعدة التي تأتي إليهم من بلجيكا جمع هذه الأغطية من الشوارع يقوم بجمع ذلك من الشوارع وهذا أعطانا فرصة لكي نقول لهم أهمية الشارع النظيف تقوم بجمع كل شيء وتقوم بواجبك كل شخص يقوم بواجبه وفي النهاية شخص لا يرى يستطيع أن يرى جزء كبير من حياتي من خلال مساعدتكم هذا شيء والشيء الآخر في بعض الأحيان عندما أمشي في لوكسور وألتقي الناس التي تقوم بتنظيف الشوارع أشعر أنهم يبذلون جهود عظيمة You will agree with me. تتفق معي السيد أسامة أنك تود أن يكون لديك شارع نظيف لكي يستفيد منه الجميع وفي بعض الأحيان أجد أن أفضل الطرق لكي أقول شكرا لهؤلاء الناس الذين يقوموا بتنظيف الشارع ألا نرمي القمامة في الشارع في بعض الأحيان أتعجب وألتقي بناس يقوموا بتنظيف الشارع وعندما أعود مرة أخرى الشارع مرة أخرى نجد ورق مرمي أو غطشان القمامة إذا ما قام كل شخص بالقيام بواجبه البسيط بتنظيف أو الحفاظ على الجزء الخاص به أمام منزله نظيف في الشارع سوف يكون ذلك أفضل لنا جميعا لماذا لا تقول لنا أنني واثق أن لديك تجربة عظيمة عندما كنت تعيش في بلجيكا بشأن عملية التخلص من القمامة في منزلكم ما الذي تفعله لكي تتخلص من القمامة عندما كنت تعيش في بلجيكا ما الذي يحدث أولا في بلجيكا لا يسمح أن تضع كل شيء في سلة واحدة تقوم بالاختيار وذلك لفائدة ومصلحة الجميع الكثير من المادة التي نرميها قد يكون لها حياة ثانية إعادة تدوير دورة أخرى مثلا أنظر إلى والدي يقوم بجمع الورق الصحف يفصلها البلاستيك منفصل الخضروات أو المتبقي من الطعام من الطماطم أو أدويات مرة أخرى في قمامة
خاصة والباقي في مكان خاص. إذا ما انكسر التلفاز مثلا يضعه في مكان خاص لكي يتأكدوا إذا ما كان ممكن استخدامه مرة أخرى في مجال آخر. إذن هي تنظيم منظمة ولكنها تفيد الكثير من الناس. الكثير من المواد تستخدم كمواد جديدة، مواد مثلا للمدارس. كيف تفعلون ذلك؟ كيف تأخذ ذلك خارج منزلكم؟ كنت تعيش في شقة أم في منزل؟ كنت أعيش في منزل وكانوا يأتون مرة أو مرتين كل أسبوع لجمع هذه القمامة لتعيد تدويرها. أضعها في صندوق في الحديقة. إذا ما كنت تعيش في شقة تجد في أسفل العمارة صناديق مغلقة تماما. الناس كل يوم تضع القمامة الخاصة بهم في هذه الصناديق المغلقة. مثلا إذا ما رميت ألقيت شيئا في الشارع حتى بالمصادفة، أكلت شيئا ورميته في الشارع مجرد صدفة وشاهدك أحد أو شخص شاهدك يقول لك أرجوك آسف لقد قمت بإلقاء ذلك في الشارع، أرجو أن تأخذها وتدميها في الصندوق، صندوق القمامة. إذا ما رأك شرطي يغرمك فورا. الجميع يدرك ذلك. أين المشكلة إذن؟ فلنحاول أن نعرف هل هي مسألة ثقافية أم هي قضية تتعلق بسبب أن القانون لا يفرض وينفذ على الناس. ما الذي يجعل الفرق الكبير ما بين الشارع النظيف والذي يظل نظيفا والشارع الذي ينظف ولا يظل نظيفا؟ ثقافة لست متأكد، الغرامة أيضا لست متأكد. أعتقد تفعل ذلك مرة. أنا أعرف ذلك في الواقع. لا أقول أنني مذنب، أنا في بعض الأحيان أخطئ كل يوم. لا أقول للمصريين افعلوا ذلك أو لا تفعلوا ذلك ولا تلقوا ذلك في الشارع أو هذا خطأ، ولكن أعتقد هي عادة. And maybe because وربما you see somebody doing it, ترى شخص يفعل ذلك فهو أو هي تفعل ذلك، ولماذا أنا أفعل شيء مغاير؟ In each field we في كل ميدان نحن نشطاء فيه، فإن المتطوعين دائما في كل ميدان دائما لا نقول أبدا افعل ذلك، لا نجلس سويين على نفس المائدة مع المتطوعين، وفي حالات كثيرة أيضا مع الحكومة المحلية لكي نطلعهم لقول لهم لا ما نود القيام به. إذن الفكرة هي ما تنفذ من جانب المجتمع من جانب الناس، وفي شعوري هذا هام جدا. وعندما أقول سنفعل ذلك لا أو لن أفعل ذلك، ولكن أعتقد بدلا من أن نرمي ورقة بسكوت مثلا، ما أفعله أضعها في شنطتي وأقوم بوضعها في صندوق عندما أعود إلى منزلي أو عندما أمر على الصندوق في الشارع. أعتقد أن العائد الأعظم للناس لمن ينظف الشارع كل يوم مع جهود مبذولة كبيرة، العائد العظيم الذي يحصلون عليه أن نبقي على الشارع نظيف ونحترم ما يقومون به. ما رأيك في الوسائل الدولية وطريقة تناولها أو تناول مصر والحديث عن مصر، وكيف ذلك يؤثر على السياحة خلال 5 أو 6 سنوات؟ كيف تقيم ذلك؟ كنت في بلجيكا في الأسبوع الماضي. الناس اندهشت عندما قلت لهم لا يوجد أي مشكلة في مصر، أرجو أن تحضروا إنها آمنة، لا أشعر بأي عدم أمن. ولكن وسائل الإعلام، صحفي مشهور في بلجيكا قال لي مرة
لديها ثواني لكي نتحدث عن قضية مصر. إذا نتحدث فقط نقول الخطوط الأساسية، وللأسف فإن الخطوط الأساسية أو العناوين ليست القصة الحقيقية، لأن ذلك لا يتم في ثواني. دائما ما أقول ميديا، وسيلة الإعلام أو وسائل الإعلام، هناك الأمور الجميلة التي تحدث في كل أنحاء العالم وأيضا في مصر. يوميا الناس ترسم مثلا في مصر ولم نرى أبدا ذلك في الأخبار، دائما الأشياء السلبية الذي نجدها في الأخبار. أعتقد هناك مهمة هامة لوسائل الإعلام أن تطلع أو تعلن الأخبار الحسنة الجيدة. If we have وإذا ما كان especially in Luxor وصفة خاصة في لوكسور tourism إذا ما عادت إلينا السياحة ولها أثر كبير على المواطنين وعلى كثير من الناس but والتي يعاني منها الكثيرين مع الأسف. ربما نعتقد الشعب المصري يعتقد انه بسبب انهم يقولوا لبقية العالم ان مصر ليست آمنة، ولكن في بقية العالم هناك أزمات اقتصادية ومشاكل والناس عليها أن تدفع أكثر من أجل الطعام وللكهرباء. كل الأسعار ترتفع ولكن مرتبات الناس ما ظلت كما هي. وأول شيء لن يقوم به الناس هي السفر. ربما لدينا الشعور أو الشعب المصري يشعرون traveling to Egypt, it is أن السفر إلى مصر هي بسبب أن ما يقال هناك أن مصر ليست أمنة، لكن ربما لأن الناس هناك ليس لديها السبل. صفحتك الشهيرة على شبكات التواصل الاجتماعي تسمى باسم بالبلجيكي، run by Koen Hallard. A great and big, huge fan of Egypt. وهو معجب وحبيب لمصر كبير بلجيكي، مع عدد كبير من الناس يبذلون جهود عظيمة لكي يقولوا لوسائل الإعلام عبر هذه الصفحة القصة الحقيقية لمصر. وما معنى فاندروزينت إيجيبت؟ معناها أصحاب أو أصدقاء مصر البحر الأحمر، لأن أغلبية الناس ما أغلبية الشعب البلجيكي يحبون البحر، منطقة البحر الأحمر، الغوص إلى آخره، ولأن هناك مجموعة مشهورة في منطقة البحر الأحمر يديرها أسرة بلجيكية مشهورة، والكثير من البلجيكيين لديهم موطن دامي في هذه المنطقة. رسالة حب من مصعد البنا لك بسبب الطريقة التي وضعت المصريين وقلت المصريين أمور لا يعرفها المصريين عن أنفسكم. شكرا جلال. يقول السيد كريس قد أعطانا الأمل في خلق الأمور الكثيرة إذا ما أمنا أننا نستطيع. السيد كريس هو نظام stand looking at. تحب أن تنظر إليه دائما. هيثم المنسي. هيثم المنسي يقدم لك تهاني. والفايد is also doing that. دائما يفعل ذلك ويسألك ما الذي نحتاج أن نحسنه فيما يتعلق بطريقة التعامل مع السياح في مصر. Good question. سؤال جيد. أعتقد أنا شخصيا أنه في بعض الأحيان الكثير من الأموال توجه للحملات، لكن لست واثقا أن هذه الحملات دائما ما تكون ناجحة، بالرغم من أن الناس التي تقوم بتنظيمها من الفنيين والمهنيين، ولكن ربما الرسالة ليست دائما مرئية وبصفة خاصة في وقت عندما تكون وسائل الإعلام الأجنبية تقول اذهبوا لمصر ليست بفكرة سليمة. أقترح
ربما من الأفضل أن نكافئ الناس في أوروبا الذين بالفعل يودون الحضور إلى مصر، وذلك من خلال أن نقدم لهم بعض التخفيضات مثلا على سعر الطائرات للترويج، لأن أفضل السفراء الذين من الممكن أن يروجوا هي الذين يقولون لبعضهم البعض والذين يأتوا إلى مصر ويعودون إلى موطنهم بذكرى جميلة. قريب كان هناك طلاب ألمان قاموا بزيارتنا في ربابة يقودهم أليكس هايم، السيد أليكس هايم ومجموعته، وجاءوا إلينا إلى ربابة وقاموا برسم الأشياء وتناولنا الغذاء سويا ولعبنا كرة القدم معهم، ومصر التي فازت بالمناسبة. So it was a fantastic experience. كانت تجربة عظيمة بالنسبة لنا وبصفة خاصة لهم أيضا، لأنهم رأوا جانب آخر من مصر، وعندما عادوا إلى وطنهم تحدثوا عن ذلك وتحدثوا عن الوقت الذي قضوه في مصر بطريقة جميلة. وهؤلاء الناس هم سفراء حقيقيون من كلمة لكلمة يقنعون الناس لكي يأتون ويستمتعوا بأجازتهم في مصر. استمعت جدا الوقت الذي قضيت معكم، وشكرا لسفركم من لوكسور إلى القاهرة لكي نستضيفك، والمشاهدون سعداء السيد طيب وديد عثمان وشريف بركات والكثيرين كثير من المشاهدين يشكركم على فرصة حضوركم معنا. شكرا جزيلا. هل نلتقي في لوكسور بعد ذلك؟ نعم بالتأكيد، أنا شخصيا أرحب بكم في مستر كريس هابرخت. عجبني قوي في كلامه وبيقول لما يحصل كذا وكذا السياحة هترجع لنا، ما قالش هترجع لكم، ما قالش هترجع لمصر، قال السياحة هترجع لنا. ده بعود بيه لكلام في بداية كلامه لما قال أنا يمكن يكون جسدي بلجيكي ولكن قلبي مصري، فواضح أن هو هذا القلب المصري هو اللي بيخليه لما يتكلم عن مصر والمصريين بيتكلم بصفة انه هو واحد منهم. عايز اشكره واشكر زوجته على اللي هم بيعملوه، وبشكر اهل الاقصر واهل طود اولا، لان هم اهل طود هم اللي وصلونا بمستر كريس وبلغونا ان في هذه القصة الجميلة موجودة، وخلونا ان احنا نقدر نفتح معاكم طاقة امل تانية بندور عليها وبندعبس عليها دايما في حاجات كتير قوي هنا في مصر، في صورة جميلة بتترسم قدامنا سواء من مستر كريس هابرتس أو من أهالي طود وأهالي الأقصر، في قصص جميلة محتاجين نشوفها في الوقت اللي احنا عينينا مش عايزة تجيب فيه إلا الحاجات السيئة، عينينا مش عايزة تلتقط إلا الصورة السيئة. زي ما كريس قال، هو مصور ولكن بالكاميرا بتاعته بيبحث عن الشيء الجميل وليس الشيء القبيح. أرجو أن كاميرا عينينا تكون كاميرا تلتقط في وسط كل هذا الصخب اللي حوالينا الشيء الجميل. هنروح لفاصل ونرجع، للأسف مش هنقدر نستمر مع حالة الجمال لأن في مشاكل موجودة حوالينا، وموضوع كنا فتحناه على استحياء كده سابقا واتكلمنا عنه تليفونيا مع المختصين، ولكن واضح ان الموضوع يتفاقم، الموضوع مختص بغش الأدوية للأسف، نتكلم عنه بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في فقرتنا اللي فاتت، شفنا زي ما بنقول طاقة أمل موجودة من خلال ناس مخلصة ربنا بيبعتها كده عشان خاطر تبقى، وبيسخرها للعباد وبيسخرها لبلد زي مصر بناسها
عشان أهل الأقصر وأهل طود وأهل الصعيد وأهل مصر كلهم ناس الحقيقة ناس طيبين، لكن إن شاء الله العيوب اللي موجودة فينا واللي جدت علينا بالذات تنتهي ونخلص منها. عشان كده أحيانا بنبص على مشاكل من اللي موجودة عندنا في حياتنا ونقول متى نتخلص من هذه المشاكل. التخلص منها محتاج يعني إجراءات كتير تتعمل من قبل الدولة، محتاجة تحركات من قبل القطاع الخاص، محتاجة احنا كمواطنين نبقى فاهمين لينا ايه وعلينا ايه عشان خاطر نقدر نتعامل جواه، نخرج برا حالة الفهلوة اللي كتير قوي بتضرنا وبتصيبنا بأمراض ما بنعرفش نتخلص منها ولا حتى بعد عشرات السنين. السوق المصري في أدوية مغشوشة؟ أيوة السوق المصري في أدوية مغشوشة، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده وطرحناه على الهوى وناقشناه وشفنا ازاي أثر على حياة مواطنين من ضمنهم مواطن بنته كانت اتكلمت معانا على الهوى بعد ما تأثر بدواء مغشوش وهو كان الهيومن ألبومين. هل عندنا أدوية مهربة؟ عندنا أدوية مهربة، عندنا أدوية منتهية الصلاحية، عندنا أدوية منتهية الصلاحية. الظاهرة دي بتتمدد ولا بتنكمش؟ هل الإجراءات اللي بتتخذها الدولة إجراءات بتساعد في الفترة اللي جاية دي على أن الظاهرة دي تختفي من عندنا؟ مفيش حاجة هتبقى يعني 0%، لكن تبقى جوه حدود يعني آمنة ولا لأ؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه من ضيوفنا المحترمين، الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي واستشاري علاج السموم. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ كمال. ودكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، أهلا وسهلا بحضرتك. والدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. دكتور نبيل، يعني إيه موضوع الألبومين بالذات، يعني الهيومن ألبومين اللي بيستخدم في علاج أمراض كتيرة جدا، كبد وكلى وقلب، يعني أنا قدامي، خلينا نتكلم كده الأول، أنا جالي علبتين دواء فيهم واحدة سليمة وواحدة مغشوشة، حضرتك ممكن تقول لنا إيه اللي مغشوشة وإيه اللي سليمة؟ في صعوبة دلوقتي كمان، في صعوبة، حضرتك ممكن تقول لنا؟ أجرب يا فندم. تجرب يا فندم. أكيد. اتفضلي. يعني هما العلبتين شبه بعض تماما موجودين، واللي جوه برضو شبه بعض تماما. حضرتك دي المغشوشه؟ دي المغشوشه كمان. طب حضرتك عرفت المغشوشه منين الاول؟ حضرتك بس الاول طمني صح ولا غلط؟ ما انا مش شايف حضرتك. طيب. يعني هو اسمع شرفون. حالا يا فندم. اتفضل يا فندم. دي اللي قال عليها الدكتور أسامة انها المغشوشة، ودي السليمة. المغشوشة لا حضرتك، دي المغشوشة، دي اكيد مغشوشة، دي احتمال تطلع سليمة. طيب حضرتك هتقول لنا بنيت على ايه، والدكتور اسامه بنيت على ايه؟ انا هقول لحضرتك حاجه. بص حضرتك الاول بعد اذنك يا دكتور اسامه، اقرا حضرتك الباتش نمبر اللي هنا والباتش نمبر اللي هنا، هتلاقيه مكتوب هنا، اقرا ده. الباتش نمبر اللي هنا رقم التشغيله Q157. طب شوف دي كام؟ انا بس اخشى ان يكونوا متبدلين مع بعض. هنا دي Q174. مظبوط مع العلمة. طيب لسه في واحدة كمان. بص هنا، شايف دول موجودين عندك؟ اللي هي ايه اللي حضرتك الستريبات دي؟ ستريبين دول؟ لا مش موجودين هنا. مش موجودين. دول اللي بيتحطوا المفروض يكونوا موجودين، بس هذا لا يعني ان دي سليمة. الحاجة الوحيدة اللي بتقول لك سليمة التحليل، لكن دي أكيد مغشوش. طب أنا هقول لحضرتك الدواء المغشوش عشان نتفق عليه بس، يعني كتفسير او نوصفه. طب حضرتك قول لي الاول بس بنيت على، انا بنيت على الطباعه مفتوحه. العلبه اللي انا حضرتك اديتهاني دايما العلبه اللي هي مقلده
لان هو بيغش بس العلبه الدواء نفسه بيعمل لوازم الانتاج لوازم التغليف. لما بتحط ايدك على الحبر اللي هو مكتوب عليه تاريخ الصلاحيه مع العلبه الاصليه وتقعد تعمله كده وايدك عرقانه ما يطلعش. مع العلبه اللي هي مغشوشه يبدا يظهر لون اسود خفيف جنب الارقام كان حاجه مش مطبوعه طباعه سليمه. فده اول حاجه احنا بنبص لها. لكن اللي في الاخر زي ما الدكتور نبيل قال اللي يفرق قطعيا مغشوش او غير مغشوش هو تحليل المعمل. لا هو طبعا يعني عشان نقول لكل مواطن لازم تمسك علبتين عشان نتاكد تروح وديهم المعمل. طبعا ده مش تداول سهل لاي مريض يعني. لكن هو ده اللي بيحصل انه غش الدواء اصبح بقت يعني ظاهره موجوده عالميا. واحنا التسريب اللي بيحصل لدول كتيره زي مصر بيكون قائم على نقص الدواء. وعلشان كده الوزاره ما جت تحل مشكله نقص الدواء على كذا محور كان هدفها انها تمنع احتياج السوق لبعض الادويه اللي تدخل وتتسرب. اللي بيحصل زي كده انه العلبتين ما نقدرش نقول للمريض انت اهتم بنفسك وانت شوف اذا كان العلبه او حتى للهيلث كير بروفايدر اذا كان مثلا طبيب او ممرضه او صيدلي جوه المستشفى اتاكد الاول. لا هو احنا الصح هو ان احنا نمنع غش الدواء من المنابع علشان ما نوصلش لمرحله انه احنا كاطباء وصيادله ودكاتره مش عارفين نوصل لايه هي العبوه المغشوشه وايه هي العبوه غير المغشوشه. طبعا ممكن يكون العبوتين دول مغشوشين وممكن يكون العبوتين دول سليمه. هو في واحده زي ما قال الدكتور نبيل اكيد مغشوشه وفي واحده الله اعلم. تمام بالظبط. علشان كده احنا يعني بنسعى لان يكون في دائما يعني نقول ايه تعليه لمعايير الكواليتي بتاعه الدواء او جوده الدواء. ما هو جوده الدواء المغشوش من غير المغشوش هو ملوش دعوه بالكواليتي هو ليه دعوه بالتداول. مش كده دكتور اسامه؟ هو شوف حضرتك انا كمواطن لما بروح للمنفذ اللي باخد منه الدواء بتاع الدواء اللي انا عايزه انا مفروض كمواطن ما اقعدش افرق واشوف ده اصلا غير اصلا. خلاص انا باخده طالما من مكان معترف به مسجل ومرخص. اذا مبدئيا انا بقول الدواء ده يكون سليم. في واقع الامر زي ما الدكتوره قالت ان دي ظاهره عالميه. غش الدواء زي غش العمله في ربحيه عاليه. حضرتك ليس بالضروره ان غش الدواء ناتج لنقص الدواء. نقص الدواء عامل يساعد لكن ليس هو الوحيد. لان الناس بتغش انه دواء بتغش الادويه اللي عليها طلب واسعارها عاليه ومتداوله علشان يسهل عليه تصريف. طيب الدواء ده حضرتك بيوصل ازاي للمكان اللي انت رايح تجيب منه الدواء ومفروض انك انت داخل على مكان امن امن عشان تشتري منه الدواء. سلسله التوزيع اللي احنا بنسميها عندنا هنا من اول ما جبنا الماده الخام وصنعناها لحد ما وصلناها للمستشفى او الصيدليه دي تسمى سلسله توزيع. كل ما نأمن سلسله التوزيع كل ما نقول ان سلسله التوزيع محكمه بنقلل الى حد كبير جدا اختراق الادويه المهربه او المغشوشه انها تصل الى رف صيدليه مرخصه وحضرتك تروح تشتري منها. طيب. هو التامين ده بقى هو اللي اشتغلت عليه الوزاره وده الجزء الهام جدا اللي احنا لازم دلوقتي نتكاتف كله عشان نعمله. الحقيقه اهتمام الدوله بالموضوع التتبع الدوائي ما كانش على مستوى يعني وزاره فقط كان على مستوى مجلس الوزراء. كان في القرار بتاع زياده الاسعار اللي احنا كلنا شاهدناه كان في جزء مشروط بعمل منظومه التتبع الدوائي. المنظومه ديت هي اللي هتمنح سلسله الامداد اللي بيتكلم عليها دكتور اسامه هتكون يعني تحت نظر الوزاره لانه هو في سيستم وده يعني دي انظمه متبعه عالميا وفي دول كتير يعني ابتدت تتطبق وابتدت الدول ديت تحس فعلا انه الطريقه الوحيده ان انا لازم اعرف عن طريق نظام يعني لو في وقت نشرحه لحضرتك انه يكون في شاشه عند وزاره الصحه عند وزارات الصحه. خلينا احنا قفزنا بس دي لما قامت به الوزاره من جهود واكيد في جهود اتعملت بس عايز الدكتور نبيل يعني حضرتك بقى كممارس مش بس كممارس كطبيب حضرتك كممارس بقى انك بتشرف على مستشفى كامل فبتيجي قدامك كل العينات بتاعت كل الاخطاء وكل الممارسات السليمه وغير السليمه اللي بتتم. شايف حضرتك احنا واقفين فين
في موضوع غش الدواء اللي موجود، وهل غش الدواء المغشوش ده موجود في المستشفيات ولا في الصيدليات؟ بص حضرتك، انا كطبيب والمريض كمريض، المريض دوره انه يشتري الدواء من مكان مش شغله اذا كان ده مهرب او غير مهرب، ومش شغله اذا كان ده سليم او غير سليم، لان يجب ان يكون سليم. انا كطبيب بدي الدواء، والمفروض ان انا محللوش واشوفه واتاكد من سلامته وصحته قبل ما اديه للمريض، لان ده غير منطقي. الواقع والحاصل، هناخد المثال اللي حضرتك قلته. العيان بيجي المستشفى، انت حضرتك بتعالج حالات القلب، حالات الكبد، حالات الكلى، بتستخدم الالبومين. ممكن حالات الكلى، امراض الكلى وامراض الكبد نديلهم البلازما، لكن حالات القلب لازم اديهم قلب، ما ينفعش اديهم بلازما. طيب لما انا اكتبه للعيان ويروح يشتريه من الصيدليه ويجي يقول لي الدواء اهو، واجي اديله الدواء ويحصل رياكشن، لان ده ماده سامه بتدخل الجسم. الرياكشن، انا من حسن الحظ ان انا مستشفى كبيره، عندي كل الامكانيات موجوده وكل التخصصات موجوده، فاقدر الحق العيان. العيان بيبقى حالته كالاتي، وانا بقولها عشان الدكاتره التانيين اللي في الاماكن التانيه او في النجوع يقدروا يحسوا ان السبب من ده فيوقفوا الدواء فورا. اولا العيان هيبتدي يجيله رعشه صغيره، الرعشه تزيد، ثم تحصل سخونيه، ثم توقف في عضله القلب ووفاه. عشان كده اول ما يستخدم المحلول ولقى ان ابتدى في المريض ابتدى يحصل رعشه، والرعشه ابتدت تزيد، ولما يبتدي بالمحلول يبتدي بجرعه قليله جدا وببطء شديد كنوع من انواع الاختبار، لان دي الوسيله الوحيده الاكلينيكيه اللي يقدر يعرف بيها. وبالتالي اذا حصل اي نوع من انواع هذا التفاعل مع الجسم يجب ان يتوقف تماما عن اعطاء هذا العقار، ويحرزه ويكلم اداره التفتيش الصيدلي ويبعتوا لهم زي انا ما عملت معاهم الحقيقه، هم تفضلوا وبعتوا لجنتين عندنا واخدوا هذا العقار اللي احنا حرزناه. الحاجه الثانيه، وانت بتشتري ممكن يبقى حاجه بسيطه ان يبص بس على الباتش نمبر ويتاكد ان هو هو. استاذ كمال دي هتاخدنا لحاجه مهمه جدا، وهي الصيدلي اللي بيشتري هذه الاشياء. انا عايز اسال، انا ما اعرفش اجابه هذا السؤال، ما هي العقوبه اللي ممكن تقع عليه؟ هل هي عقوبه ماليه؟ هل هشمع له صيدليته لفتره وبعد كده هفتحها؟ ده راجل بيقتل مع سبق الاصرار، ده من وجهه نظري انا مش راجل قانون، لكن مع سبق الاصرار والترصد بيقتل نفس لا يعلمها. وممكن اللي بياخد الدواء ده يكون انا او حضرتك او اي حد له علاقه بينا، هذا غير مقبول نهائيا، ولازم يكون في قانون يجرم ذلك بطريقه قاسيه على الصيدلي، لان المنبع جاي من الصيدلي. الصيدلي ما بياخدهاش من الوكيل، الحاجات دي ما بياخدهاش من الوكيل. تعرف حضرتك انا اتكلمت مع الناس بيقولوا ايه اللي هم المسؤولين، يقول لك بيتفقوا التجار مع التمريض بعد ما ياخد المحلول يلموا الازايز الفاضيه ويدوها لهم، عشان هم يعني تجار الدواء. تجار الدواء، هو الدواء ليه حاجه اسمها تجار؟ في مافيا، في ناس دي شغلتها يعبوها ويملوها ويغلفوها، وبيغلفوها بحرفيه انا ما اعرفهاش، وفي ناس ممكن ما تجيبهاش غير بالتحليل زي ما تفضلت الدكتوره رشا وقالت، بس هذا ليس منطق، ما ينفعش. طيب عندي رساله من اماني بتقول: ملف شائك وغير مفهوم، من المسؤول عن انتاج مثل هذه الادويه غير الصالحه ليتناولها مريض لا حول له ولا قوه تزيده مرضا؟ من مسؤول عن الانتاج؟ وزارة الصحة لديها هيئة الرقابة الصحية المسؤول الاول عن تدمير صحة المواطن المصري وتشويه سمعة صناعة الادوية المصرية التي كانت تصدر من قبل لبعض الدول العربية، رأي حضرتك ايه؟ يعني رأيي ردا على هذا الكلام، هذا الكلام المحاسبة لكل مسؤول وافق على انتاج مثل هذه السموم. تمام، هو مفيش مسؤول وافق عليها، ده حقيقي، هي طبعا بتتم ورا ده دي دي دي, دي تعتبر يعني بنتكلم ان دي عصابات موجودة، يعني مع الأسف كل يعني كل مجال بيكون فيه العصابات اللي بتبقى قاعدة علشان تعمل الشغل اللي هو يعني يكون فيه فساد. احنا دلوقتي بنتكلم على مصانع حقيقي موجودة
بتضبطها أجهزة الأمن تمام. ما بنقولش ان احنا ما عندناش، لا احنا بنعمل زي تتبع حاجه زي الدكتور نبيل كده مثلا قال لنا ان في واقعة حصلت، هو اتعامل مع مريض بتاعه واتصل بينا، بنبعت لجنه، اللجنه دي بتتتبع بقى المنبع بتاع هذا الدواء. مباحث التموين بتشترك معانا بشكل دائم جدا، وبنمشي ورقيه المجموعه دي. احيانا بنصل فعلا الى منبع هذه الادويه وتصنيع وقد نصل قد لا نصل. بتطلع ايه بقى يعني مثال حصل مصانع يعني تحت السلم ولا مصانع كبيره ولا ناس؟ لا طبعا لا طبعا ده يا فندم بتبقى مصانع، مش مصانع كمان، هي بتبقى حاجه زي اماكن للتعبئه والتغليف بمكان غريب، وده حصل يعني يمكن من فتره فعلا، وكانت في ضبطيه كبيره جدا. يمكن اعتقد الموضوع ده يعني من سنتين اعتقد، يعني مش امر واحد حديث. ما عندوش ضمير قرر ان هو يفتح بيزنس ان هو يعبي حاجه ما هياش دواء جوه علب الدواء، ثم بيسلمها بطريقه ما الى الصيدلي، صح؟ يعني في الاخر خالص انا بجيبها من الصيدلي. مظبوط. الصيدلي، والسؤال اللي طرحه الدكتور نبيل، الصيدلي اللي بياخد هذا الدواء ده مخالف طبعا. مخالف؟ لا ده مش مخالف، ده مجرم. لا ما هو مخالف، مخالفه قانونيه تصل الى عقوبات جنائيه. جميل. عقوبته ايه؟ عقوبته في حالات زي كده طبعا، ما بتحاول النيابه العقوبات الجنائيه في الوضع ده بيبقى امر يعني امر داخل نطاق النائب العام هو اللي بيحدده تمام. حضرتك احنا عندنا في عقوبات مجرد وجود اي مخالفه بسيطه، هي يعني هي في تدرج، فالمخالفات البسيطه ليها غلق للصيدليه مده شهر وبيجدد. اما لما بيكون يثبت ان في حاجه ادت الى وفاه او حاجه ادت الى ضرر، ده بيحرر في كل الاحوال، بنحرر محاضر، لكن المحاضر بيتحرك الى اصبح من مخالفه اداريه بسيطه، مخالفه لقانون الصيدله، الى مخالفه لقانون الاجراءات الجنائيه، يعني بقانون الاجراءات الجنائيه بتحول قضيه جنائيه. فالامر هنا يعتبر مش بسيط. شافها هي جنائيه حتى لو ما ادتش الى وفاه ولا الى طبعا هي جنائيه، هي في كل احوال غش الدواء ده امر جنائي تمام. عايز اسال حضرتك سؤال بس دلوقتي، لو مسكناه في صيدليه اكس، لان هل العقوبه بغلق الصيدليه بيبقى على صيدليه اكس دي بس؟ لا طبعا، لو احنا يا فندم تتبعنا كل خيط مسكناه وتتبعنا. لا مش ده سؤال. يا فندم صيدليه لها فروع ومسكناها في فرع في مكان في المهندسين مثلا، هل انا بقفل الفرع بتاع المهندسين ولا بقفل كل فروع هذه الصيدليات؟ هو كل صيدلي ليه صيدليتين، وحكايه فروع الفروع ديت حسب يعني في تشينز. ده فرانشايز، بيبقى فرانشايز مش تشين. لا يعني انت حضرتك دلوقتي الضبطيه لازم تكون الغلق للمكان الذي تم ضبط دواء فيه تمام، بالناس اللي موجودين فيه. ربما يكون اصلا حضرتك احنا كل مجال وفي الصالح وفي الغير الصالح. طيب دكتور اسامه، يعني ده هنا النهارده بنتكلم على حضرتك تمثل صناعه الدواء. أيوة. فصناعه الدواء بتتضرر بعنف جدا من مثل هذه طبعًا. الممارسات طبعًا. اللي بتتم طبعًا. فانتم كصناعه عايزين تحموا صناعتكم اكيد. طبعًا. لازم يكون ليكم وقفه، ايه هي الوقفه طبعًا. بتاعتكم حضرتك؟ اولا بنتفق مع الدكتور نبيل ان هي جريمه قتل متعمد. اي حد بيفكر في غش الدواء مجوس، حتى لو لم تؤدي، لكن هي هو بيحاول ان ينتج عنها جريمه قتل متعمد. الدكتور نبيل برضو اثار، يعني انا برضو عاوز بس اسال الدكتور نبيل حاجه. حضرتك الدواء اللي هو الحاله اللي كانت في المستشفى، الدواء ده وصل المستشفى ازاي؟ المريض اشتراه من بره ولا من المستشفى؟ لا من بره. طيب هل حضرتك عندك في صيدليه المستشفى في غش دوائي؟ لا. طيب ليه حضرتك؟ لان انا بجيب من الوكيل. بس كده، يبقى حضرتك احنا بنقول يا اسامه بيه السؤال بقى ليه اشتراه من بره؟ ليه ما اشتراهوش مني؟ نقص الدواء اللي احنا بنتكلم فيه. ليه ما اشتراهوش مني؟ نقص الدواء اللي احنا بنتكلم فيه. مش موجود عندك في الصيدليه في المستشفى. نقص الدواء يا فندم. انا اقول لك دي نقطه في منتهى الخطوره، لان انا لو مشيت الامور زي ما انا عايز لا يمكن هشتري من بره. صح. لكن انا بشتري من بره، انا ما بشتريش من بره، العيان بقول له اشتريه. ليه؟ في ممارسه بتتعمل. الممارسه دي بتخش شركات في هذه الممارسه. بترسى على اكس من الشركات. الشركه دي المفروض تورد لي باي ذا لو بالقانون. جه حضرتك الدولار سعره اتغير بقى 3 اضعاف.
قالت لي مش هورد. ليه يا عم؟ قال لي انا بجيب كان الدولار بستة جنيه واتفقت ان انا ابيع لك ب 100 جنيه العلبه مثلا، الدولار كان بستة جنيه، دلوقتي الدولار انا بجيبه بره ب 15، هبيعها لك ازاي ب 100 جنيه العلبه؟ مش ممكن. طب ما انا هعمل عليك غرامات، اعمل اللي انت عايزه. مهما انا عملت غرامات عمرها ما هتبقى قد الخساره اللي انا هخسر، وبالتالي مش هيورد لي. قس الى ذلك، ضف الى ذلك، انا ما اقدرش اشتري منه، يقول لي اشتري مني بالامر المباشر، امر مباشر يعني، يعني اديله فلوس شيك واخد منه. القانون يمنعني ان انا اشتري بالامر المباشر طالما في ممارسه مفتوحه وواحد المفروض يورد لي. رئيس مجلس اداره الدكتور جابر نصار مدي تعليمات ان مفيش حد او اي دواء يدخل القصر العيني الفرنساوي الا من خلال الوكلاء المعتمدين والرسميين اللي هم معتمدهم وزاره الصحه. وده طبقا للقانون، مش هو الافتى في ذلك، هذا طبقا للقانون واللوائح، وهو شدد على ذلك واحنا ماشيين على هذا النهج. فاذا اي دواء بيتاخد من عندي مضمون. هنا بقى رايي دور وزاره الصحه، دور وزاره الصحه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم، وهو ده اللي هيحل مشكله غش الدواء من المنبع. زي ما قلت لحضرتك في دول كتير سبقتنا في هذا الكلام. في أنظمة من ضمنها نظام يصلح للتطبيق في مصر، هيربط ما بين الشركة المنتجة والموزعة والصيدليات لحد ما ان المريض وهو معاه موبايل ابلكيشن كده بيعرف اذا كان الدواء ده سليم ولا لا. حضرتك مسكت العلبتين كده وما قدرتش حضرتك تفرق، وقعدنا نشوف ونبص والكلام ده كله. لا، هو في نظام شدد عليه يعني الدولة بالكامل. مجلس الوزراء لما قلنا نرجع تاني لهذه النقطة اللي هي في منتهى الأهمية، عشان دي هتحتاج تعاون ما بين الشركات وتشجيع يعني للضبط في ضبط السوق من خلال التعاون. الشركات هم دولت المفروض الفترة ديت هنعتمد على استجابتهم وتنفيذهم لهذا المشروع. المشروع ده تم تنفيذ يعني جزء كبير منه وبقاله فترة، ولكن تم إعطاء مهلة نهائية في قرار مجلس الوزراء اللي هو عمل تحريك أسعار. شرط هذا الشرط على الشركات من أجل إن احنا بنقول إيه؟ تحريك الأسعار ده كان من أجل إن هو يدي منبع لبعض الدخل للشركات عشان تحسن من جودة الدواء. جودة الدواء مش بس العلبة اللي جوه، جودة الدواء هي بعض يعني التغييرات في الباكجينج ماتيريال او في التعبئه، في مواد التعبئه اللي بتخلي المريض في الاخر يقدر يوصل وهو ماسك العلبه اذا كانت ديت فعلا فيها يعني علبه فعلا متصنعه من المصنع ده ولا لا. الحكايه باختصار انه هو هيكون عباره عن زي باركود كده، انا بس بوضحها للناس باختصار او ببساطه، هو نوع من انواع الانظمه اللي متبعه في الدواء، باركود بيطبع، واي علبه بتنتج في المصنع بتكون العلبه دي، يعني العلبه دي غير العلبه اللي جنبيها، ده سيريال نمبر لكل علبه. ليها آلية، بصمه وراثيه يا فندم، بالظبط كده. يعني ايبكو مثلا سي او سيجما او وات ايفر، اي شركه انتجت 1000 علبه هي ليها 1000 سيريال نمبر، وبالتالي انا بيتطلب دوت جهاز بسيط، يعني تكلفه من ضمن التكاليف اللي بتدفعها الصناعه عشان تجود في الدواء عشان تفيد المريض المصري. احنا قلنا ان شاء الله على السنه الجايه، السنه القادمه ان شاء الله خلال 2017 لازم ده يكون متطبق، وده طبعا مراحله محتاجه شغل كويس قوي الفتره دي، واحنا خدنا جزء منها زي ما قلت حضرتك. هيتيح للوزاره ده ايه؟ هيتيح ان انا اشوف علبه الدواء فعلا اتحركت من اول ما انتجت لحد ما المريض المصري خدها. ده الدواء اللي انتج في مصر بس انا النهارده، واللي استورد برضو. اسمح لي، وبالتالي يا فندم ايه، انا كمريض بشتري دواء من اي حته في الدنيا ونزلت الموبايل ابلكيشن اللي عندي، الموضوع مش ما بقاش صعب. اي مواطن مصري دلوقتي لحد يعني اهالينا يعني كبار شويه بيستعمل سمارت فون، لا يقدر ان هو سمارت فون. بس خلي بالك احنا لسه خارجين من موضوع الفور جي، فاكتشفنا ان عدد السمارت فونز في مصر 5%، فما كانش ان هو كلنا معانا سمارت فون، طلعوا 5% بس. تمام، عندنا برضو إضافة تعبر عن اهتمام الدولة بكل الأنواع يعني أو طبقات الناس اللي بتتعامل، ولأن هو المريض المصري في أي حتة في يعني مصر هو في الآخر. هو بالتليفون ياخد صورة باركود يا فندم، ده سكان كده يوم يقول له ده دواء أصلي أو مش أصلي. مش أصلي، ده هو بيطلع له شكل العلبة بالتفاصيل بكل السيريال نمبر بتاعه. وتم إنتاجها إمتى؟ وتم إنتاجها إمتى وتم إنتاجها؟ في تاريخ الصلاحية. لا، وتم إنتاجها يعني كل شيء. إن هذه العلبة أنتجت في مصنع. فيعرف تاريخ صلاحيتها. إذا تاريخ صلاحيتها معمولها في غش مش هتطلع هذا الاسكان، هيقول له هذه علبه مغشوشه. طب عايز اسال حضرتك، النهارده انا لما بنزل اروح الصيدليه كده عشان اشتري دواء،
فالصيدلي بيروح على طول قايل لي ايه حضرتك في مستورد. هو يستوسم في خير كده فيقول لي في مستورد. فانا اقول له والله المستورد. يقول لي هو بس اغلى شويه. فاقول له يا راجل وماله برضه الغالي ثمنه فيه والمستورد ده حاجه كويسه. فيديني المستورد ده. تمام. المستورد ده غالبا بيبقى حاجه بيبقى مهرب. طبعا يا فندم ده اسمه تداول ادويه مجهوله المصدر ويبقى يعتبر مهرب. ولو ودي تعتبر اصلا مخالفه على الصيدلي على فكره. وسعره قد المحلي. بس هو ده مخالفه يا دكتور حتى بقول معلش اكتر شويه كمان احيانا ممكن يبقى اكتر من العشر من العشر مرات. بس احنا كمصريين لا نثق في الحاجه المصريه. احنا نحب الاجنبي. احنا نحب الاجنبي. ومع ان الاجنبي مش بيحبنا بس احنا عندنا عندنا الجين ده عندنا. وبعدين بيقول لك لا الماده الفعاله في الاجنبي احسن من الماده الفعاله في الاجنبي. تمام معلش ما انا بقول بيقولوا ماشي بيقولوا فبالتالي ببتدي بنروح نعمل ده. هذا الدواء اللي موجود بهذا الشكل غير الرسمي في اكبر الصيدليات في مصر وضعه ايه؟ طب بص حضرتك انت سالتني سؤال قبلها وما جاوبتوش فبس انا دكتور الرشد اللي بس في حاجه معلش بعد اذنك. احنا كغرفه صناعه الدواء قانون مهنة مزاولة الصيدلة قانون يرجع إلى سنة 55. الدنيا اتغيرت. ما زلنا بنحكم على الصيدلي أو المخالفة بقانون يرجع إلى سنة 55 لما كانت العشرة جنيه ممكن تخلي الصيدلي ما ينامش. عقوبات الرضاعة النهاردة حضرتك ما زالت العشرة جنيه لأن القانون بيقول كده. فإذن عندنا حاجتين احنا كغرفة صناعة الدواء نتمنى انهم يحصلوا. واحد ان نداء ومناجدة الى نقابة الصيدلة والى النقابات الفرعية ان هم يعملوا توعية للسادة الصيادلة انه لا يسمح ان في ادوية يتم شرائها من مصادر مجهولة. كل شركة من شركات أسامة بيه عندها موزعين معتمدين. لما انت تروح تشتري منه معناه ان انا مراقبه وعامل عليه اوديت ومعناه الدواء اللي عنده ده من انتاجي. اذا كان هو سمح بغش انا بقفر التعامل معاه فهو لا يتحمل ذلك. في نفس الوقت كنا عملنا اقتراح لوزارة الصحة ان وزارة الصحة احنا هنبلغ وزارة الصحة مين الموزعين المعتمدين. لو وزارة الصحة دخلت فتشت على اي مكان في مصر حتى لو في مستشفيات يا دكتور نبيل ووجدوا عندك ادوية جاية من موزع غير معتمد عندي يتم مصادرة هذه البضاعة حتى لو كانت سليمة واصلية. يعني ده معناه موزع غير معتمد معناه ان هو انا لا اتعامل معاه. هو خلاص احنا بنعمل سبلاي تشين بالظبط. نرجع حضرتك بقى السؤال التاني اللي هو حضرتك بتقول المستورد اللي مش مستورد دي عشان اجاوب حضرتك يعني اسمح لي دقيقتين ان الدواء في مصر بيصنع ازاي. اولا ما فيش حاجه اسمها دواء مصري. يعني كلمه دواء مصري ده تعبير خاطئ. هو في دواء مصنع في مصر. الدواء ليس له جنسيه. والدواء ليس سيراميك. ليس في فرز اول وفي فرز ثاني. الدواء يا اما دواء فعال تم تصنيعه طبقا لمعايير الجوده العالميه وبالتالي لو صنعته في اتفضل الماده الفعاله فضل. من الهند زي من تركيا زي من الصين زي من اوروبا. اذا كانت جايه بالشهادات المطلوبه من وزاره الصحه يبقى هم زي بعض. على فكره يا فندم عايز اوضح برضو نقطه ان قولة قاطعة الشركات هيرجع يشتكي بعد كده. لا لا هيشتكي بقى يعني دايما هصالح. لا هو فعلا يا فندم كون ان بنقول الماده الفعاله جايه من الهند او الصين. عايز اقول لحضرتك ان الهند والصين وبعض الدول الاسيويه على فكره بتورد مواد خام لامريكا. انا فعلا مش معترض على السعوديه. الماده الخام لو جايه لي من الهند زي الماده الخام اللي جايه من المانيا. ما هو مفيش مواد خام يا فندم في المانيا. ما هي دي البوينت اصلا. لا خلينا نقول فريز السؤال بعد اذنك. هل حبايه دواء السكر اللي بتصنع في مصر لها نفس فعاليه حبايه دواء السكر اللي بتصنع بره؟ فعلا بنفس الجرعه؟ فعلا. تسمح لي اقول فعلا الا الدواء المصري. يعني انا عايز اقول برضو حاجه ثانيه واحده بس حضرتك مراقبة. كنت حضرتك انت عندك لا ثانيه واحده بس ده الدكتور ده طبعا ده الدكتور عنده شك طبعا. طب انا بس عندك شك. جواب قاطع يا فندم اتفضل. اسمح لي يا دكتور نبيل هقول لحضرتك حاجه. حضرتك ممارس الطب. انا المريض وانا اللي عندي الهشاز بتاع الاجنبي واللي مش الاجنبي. انا في سنه من السنين كنت ماسك شركه
أجنبية في مصر، وكنا بنجيب مضاد حيوي مستورد من إنجلترا. هذا أكثر الأدوية المستعملة في مصر. جينا والناس مبسوطة، الدكاترة مبسوطة والناس مبسوطة، سعره كويس، الدنيا كلها ماشي. قررنا ان احنا عشان نشجع الاستثمار في مصر ان احنا هنصنعه عند شركة مصرية. ففي حاجة اسمها مراحل. يعني ايه اول مرحلة؟ عبال ما ياخدوا الخبرة ونيجي نفتش، بنجيب الشرائط من انجلترا وهم هنا يعملوا العلبة الكرتون. يعني كل اللي حصل ان عم محمد جاب علبة كرتون وحط فيها الشريط اللي جابه من انجلترا، قامت الدنيا. هذا لانه العلبة كتب عليها ايه؟ صنع في مصر. ما بيجيبش نتائج، باظت الدنيا، المريض مش عارف ايه. طيب عملنا اجتماع وجبنا الدكاتره وشرحنا لهم وشافوا فعلا احنا بنعمل ايه، قعدوا يقولوا يعني ما هي حته العامل النفسي. وحضرتك عارف، انت حضرتك مارس الطب تعلم تماما ان في الطب في حاجه اسمها بلاسيبو. يعني انت ممكن تدي دواء ما فيهوش حاجه خالص وتقول له ده دواء فعال، يقول لك الصداع راح خلاص بقى، ما ناخد بلاسيبو بقى كلنا ونسيبنا من الموضوع. والله يا حضرتك سعره مش رخيص بلاسيبو ده، حضرتك بتتكلم فعلا يعني بس برضو حضرتك شاكك في فعاليه الدواء؟ لا 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 مش شاكك. في ادويه في مصر 5% حتى هايل. لا لا في ادويه في مصر هي هايله وما تقدرش تفرقها في الكفاءه عن الادويه الاجنبيه. طب كلمني على الادويه الثانيه. لكن انا ليا بعض التخصصات الادويه الثانيه يا دكتور، على مش قلت لي في ادويه في مصر على بعض الادويه. اقول لحضرتك حاجه، لما تكون حضرتك صاحب شركه ادويه وبتدخل بتجيب الرو ماتيريال الخامات من المانيا او من سويسرا لها سعر، ولو هتجيبها من الصين او الهند برضو ممكن تبقى كفاءه عاليه جدا، لان خلي بالك شركات امريكا بتاخد من الهند والصين طبعا. بس في انواع ودرجات. اللي بيحكم صاحب، ما هو صاحب شركة الأدوية عمره ما هيخسر، استحالة مش هيخسر، لا يمكن هيصنع ويخسر صح؟ لا لا ممكن أخسر. هقول لحضرتك يبيع بالخسارة؟ مضطر حضرتك، مضطر لأن في قواعد رقابية بتعدي عليها عشان مادة يبيع بالخسارة؟ تحب يعني أسرع؟ لا خلاص بدل ما هيخسر يبقى. هقول لحضرتك أنا النهاردة عندي دواء لذبحة الصدرية، ده مسعر من التسعينات، مسعر ل30 قرص تقريبا ب3 جنيه ونص خلاص. طب ده صح، ما انا بقول لحضرتك اهو في التسعينات او في الثمانينات لما كان الدولار ب3 جنيه او 2 جنيه كان مربح. مع الوقت مع ارتفاع عناصر التكلفه مع ارتفاع كل حاجه في حياتنا ما ينفعش افضل ابيعه ب3 جنيه بالظبط، لكن ما اقدرش اوقفه، ما اقدرش امتنع عن بيعه لان هنا الدواء الوحيد في مصر. حضرتك عارف البديل بتاعه المستورد بكام؟ ب100 جنيه. يعني انا طبعا ما اقدرش انتجه بالكميات المطلوبه. بتبيعه بالخساره. بحاول اقلل على قد ما اقدر علشان كل ما ازود اكتر كل ما اخسر اكتر. فما بعملش دعايه عليه مثلا، بتوقف الدعايه عشان ما اخليش دكاتره تاني تكتب هذا الدواء. ليه بقى احنا ما نعليش سعره ونغير التسعيره بما يتماشى مع الوضع الحالي وحضرتك تنتجه وتبيعه لان له نفس الكفاءه؟ هذا ما حدث لكن المفروض يحصل بطريقه لازم تكون يعني بطريقه تدريجيه. بتكلم انه لازم يكون بطريقه تدريجيه لانه مستوى دخل المواطن المصري يعني يتحمل معانا مساحات من انا بس خوفي من ايه؟ اقول لك خوفي من ايه؟ ان ادويه تختفي من السوق. صح، ما هو ده يا فندم اللي احنا وابتدى ما نقول لحضرتك بالظبط، وابتدت ادويه تختفي من السوق. لا انا هقول لحضرتك بقى على حاجه الرخيصه، هقول لحضرتك على حاجه كل فندم دقيقه واحده، انا عايش في السوق وعارف. ما هو ده حصل. انا هقول لك اكمل بقى حضرتك وليه اللي انت عايزاه كله بعد اذن حضرتك. انا خايف على صحه المواطن اللي بيحتاج دواء الرخيص وما لاقيهوش، وانا عندي في المستشفى لان انا مثل حي ادويه رخيصه مش لاقيها. صح مظبوط يا بيه؟ صح يا فندم. خايف بقى جوه تديني حضرتك بقى دقيقه واتنين علشان كده حابه. على فكره انا الوحيد اللي ساكت. حضرتك لازم تتكلم معايا شويه. اتفضلي. لا يعني في تو بوينت احنا على فكره في نفس المركب. احنا مصلحتنا واحده كلنا. في نقطتين لازم اوضحهم. انا ساكت عشان انا جاي من المركب الثانيه فانا ساكت. اتفضلي. في نقطتين مهمين جدا لازم اوضحهم. اولا موضوع انه الدواء علشان سعره رخيص فتبقى جودته قليله.
لا لا ما مش جودة قليلة وانا يختفي من السوق. ما هو يختفي تمام، لان هو يعني هو ده اللي انا هقوله لحضرتك. الشركات ما بتنتجوش بالكم عشان ما تخسرش. اه تمام، الشركات دلوقتي بيتم رقابه، بيتم رقابه المواد الخام في وزاره الصحه. الماده الخام اللي مسجلاها الشركه هي دي بتجيبها، سواء الدواء مر عليه 20 سنه او 10 سنين او بتخسر فيها، وده بيبقى وضع اضطراري ان الشركه كده بتلاقي نفسها ان فعلا بتخسر، فبتعمل اختفاء وتقليل في الانتاج. طيب ما هو ده اللي احنا يعني خليناه هدفنا بقالنا تقريبا فتره طويله، بقالنا اكتر من سنه بنشوف ايه هو يعني اسباب نقص الدواء. من اهم الاسباب كانت ومن يعني من اهمها ومن اكثرها تكرارا هي ضعف سعر الدواء. حصل ايه؟ حصل ان احنا يعني تم رفع سعر الدواء بما يتلائم مع تحمل المريض المصري، ومع ذلك كان ال 20% اللي تم زيادتها دي دخلت بعض الدخل للشركات اللي خلت ان هم يقدروا ينتجوا. نشوف هم قدروا ينتجوا ولا لا. احنا وفرنا تقريبا 102 دواء من اصل 320 دواء كانوا ناقصين بالكامل. ال 102 دولت يا دكتور هتلاقيهم حضرتك فعلا من الادويه اللي كانت ناقصه وكانت سعرها زهيد جدا. عشان نحافظ على الادويه اللي سعرها قليل ابتدينا برضه نتدخل في امور اخرى. ابتدت وزاره الصحه تتدخل وتتكلم على طيب توفير الدولار علشان الوضع الاقتصادي الموجود حاليا ما بيتحملش الشركه انها تجيب الدولار من خارج البنك المركزي، وده الطبيعي. فوزاره الصحه كمان اضافت دور على ادوارها ان هي توفر الدولار للشركات حسب اولويه هذه الادويه، واحنا كمان في هذه الاولويه انت حضرتك بتختار كوزاره الصحه الدواء اللي هو اقل سعرا علشان توفر له الدولار عشان يتوفر المريض. دول حاجتين بنتكلم فيهم على حل مشكلة الدواء. احنا كده وفرنا شوية من التكاليف بان احنا بنحافظ على توريد الدولار من البنك المركزي، وحركنا سعر الأدوية للمساحة اللي يقدر عليها المريض المصري. يعني اصل خوفي من نقص الادويه ايه؟ انك تفتح مجال للتهريب. هو ده هو ده الخوف. ده اللي يفتح مجال التهريب. ما هو يعني هقول لحضرتك حاجه. انا هرجع بس الاول للدكتور اسامه. حضرتك بقى طالما قعدت مع دكاتره حضرتك بقيت تمام، بقيت زي دكتور انا كمان تمام. الدواء كيف يصنع في مصر؟ اللي هو مفيش فرز اول فرز ثاني. ايه اللي يخلي الدواء المصنع في مصر هو نفس الدواء المصنع في امريكا؟ لان قواعد تصنيع الدواء مش لاهواء الشركات. هناك بروتوكولات عالميه لتصنيع الادويه بنسميها جود مانيفاكشن براكتس. مين اللي بيحطه؟ منظمة الصحة العالمية بتحدثه يمكن كل شهر، والشركات الأدوية بتصرف مبالغ طائلة سنويا علشان اطمن ان انا التصنيع عندي ماشي مع التعديلات الأخيرة. حضرتك انا بمثل شركة، اكبر شركة مصدرة في مصر للأدوية، بصدر لأكثر من 75 دولة في العالم بما فيها انجلترا. انا قبل ما اصدر انجلترا وغير انجلترا يبعتوا لي لجنة من وزارة الصحة او من الجهة اللي هتستورد تفتش على المصنع. طب ليه بتفتش على المصنع ما دام هو عارف ان في جود انترناشونال؟ لا عشان يتاكد حضرتك ان انا بطبق. كل دوله بتعمل كده. يبقى النهارده في احتمال ان حضرتك ما بتطبقش. لا يا فندم، لا ده اجراءات رقابيه في كل دوله. انا بعمل كده، احنا بنعمل كده، احنا كمان بنطلع. يعني حضرتك بتروح المصانع؟ طبعا لازم. عندنا اداره متخصصه في تفتيش المصانع على الدول الخارجيه. انا ما اقدرش اصدر له الا ما يديني شهاده يعتمدني كمورد، زي شهاده اعتماد. مش سهله وحضرتك ده بيجي مش سهلة. للخط يعني انا مثلا في منظمه الصحه العالميه مديانه موافقه على خط انتاج مش المصنع. يعني حضرتك مش المصنع اللي كله بياخد. حضرتك هتدي مثلا دواء اقراص يجي يفتشوا على المكنه بتاعت الاقراص ولا على قرص؟ لا خلينا مكنه الاقراص. يعني مش حاجه، دي حاجه مشرفه لمصر على فكره ان يبقى عندنا والدواء يبقى مصدر. حضرتك دي حاجه حلوه. الشيء المهم ان انا حضرتك لو جبت انت وانا بوافقك، لو جبنا 10 من الشارع سالناهم الدواء المصري والدواء الاجنبي، انا بقول لحضرتك كده بالتحفظ يعني 8 هيقول لك الدواء الاجنبي. لا 10 لان ده انطباع. لا 10 الاثنين في شركات دواء هيعدوا يعني الاثنين من انا مثلا واحد تاني هنقول الكلام تاني. لكن حضرتك فعلا هناك أزمة ثقة، عشان كده كلنا لازم نشتغل ونعمل إن احنا إزاي نرجع الثقة للدواء المصري. بالنسبة للمستشفيات والتأمين الصحي، أكتر جهة مؤمنة ضد الغش التجاري هي الجهات اللي أنا بتعامل معاها كمورد للأدوية اللي بنتجها، اللي أنا بوردها مباشرة.
ما فيش احتمال حد ياخدها. الادويه بقى اللي حضرتك اللي الدكتور نبيل بيلمح لها ان دواء موجود ومهم ورخيص ونقص، فيبدا حد يفكر الله طب انا ممكن اجيبه، ما هو ما يقدرش يجيبه لانه مش مسجل، فيتم تهريبه. حضرتك لما يتم تهريبه ويعرض على المواطن فالمواطن هياخده مختلفة. ده مش بس كده حضرتك، انا ما اقدرش اطمن، ودي هنا بقى النقطه المهمه جدا، ان الادويه المهربه الموجوده في الصيدليات جت ازاي؟ لا وجت ازاي؟ يعني حضرتك النهارده الدواء انا نقله من هنا الى هنا في عربيه مبرده، انا اطمن ازاي ان الراجل اللي جابه في شنطته نقله في شروط حراره؟ فمفروض ان احنا لا نتعامل ولا نشجع ووزاره الصحه، بل بالعكس كمان يا فندم، انا بطالب بالابلاغ كمان. يعني هو يعني هو بلغ، بس اللي بيحصل برضو يا دكتور نبيل، ودي حاجه برضو هنوجهها لوزاره الصحه، التسجيل عندنا بياخد وقت، فقد يكون هناك دواء حضرتك سافرت مؤتمرات وشفته وعايز تكتبه. لا ليها قواعد يا فندم، انا بس هتكلم حضرتك. طب خليني انا والله اتكلم، يعني الادويه الجديده ليها قواعد. مش مديني فرصه اتكلم، ما انت دخلت مع بعض وانا عايز اطلع فاصل وكده. فاتفضل. طب نطلع فاصل الاول حضرتك. طيب نطلع فاصل ونرجع عشان خاطر برضو جاي لي رساله على موضوع حفر السعر وحفر تاريخ الصلاحيه على العلب، وده مش موجود في المانيا ولا ده موجود في السعوديه. اقول بس اقتراح سهل للحل لغايه ما يطبقوا في 2017 النظام الجديد. انا اقترح لو الادويه دي كلها تبقى باند من السوق، ما تتباعش خالص، والمستهلك لو عايز يروح للجهات تحددي لنا مثلا صيدليه الشكاوي او صيدليه الاسعاف، تحددي لنا منافذ بيع، يكون الوكيل. اروح الفاصل؟ لا ده كده موضوع كبير محتاج ان احنا نروح الفاصل. هو ده حصل فعلا في اليوم القلب. اروح الفاصل بعد اذنك. اتفضل يا فندم ونرجع نكمل هذا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام، الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، والدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي واستشاري علاج السموم. كنا توقفنا قبل الفاصل، كنت حضرتك بتطرح طرح وكانت الدكتورة رشا بترد عليه. أنا عشان نتجنب حدوث هذه المشكلة لغاية ما يصدر التعميم الكامل للبروتوكول اللي وزارة الصحة عاملاها، فأنا بقترح يعني إذا كان ده وارد إن نعم ما نخليش أي صيدلية تبيع الألبومين في السوق، ووزارة الصحة تحدد زي مثلا صيدلية الإسعاف، الصيدليات الحكومية تبقى هي اللي بتبيع، عشان أنا هقول للعين روح هات من الحتة الفلانية على طول، أنا أوجهه إلى بيبيعوا. دي نمره واحد. طب ما ده يخلق سوق سوداء تانية، ان انا هلاقيه في الصيدلية الخاصة. لا ما هو ممنوع الصيدلية الخاصة، عشان كده النقطة التانية اللي اقولها ان تكون العقوبة رادعة، مش زي ما قال الدكتور برضو من سنة 59، لا تبقى عقوبة رادعة وقاسية وتخلي الصيدلي يفكر 100 مرة انه ياخد دواء مجهول المصدر. الحاجة التالتة بقى، ودي اللي تخليني حتى ما خليه ما بعتش العيان يشتري. انا ببعت العيان يشتري ليه؟ زي ما قلت حضرتك انا عندي ممارسه مفتوحه والشركه رافضه تورط عشان الدولار غيري، وتقول لي اعمل عليا العقوبات اللي انت عايزها. لا حضرتك، انا اتمنى ان اذا كان في امكانيه من الوزاره ومعالي وزير الصحه، اذا كان اصل ده زي ما قال الدكتور ده عقد اذعان، وعقد اذعان، عقد اذعان طبعا، يعني لازم يورد لي. لكن هو بيجي يقول لي ايه؟ وقع الغرامه اللي انت عايزها. هنا بقى انا اتوقع لو وزاره الصحه تدخلت وقالت له لو مش هتورد وهتلتزم هنعمل عقوبه معينه عليك بمنعك مثلا من توريد هذا، ونخلي شركه تانية اللي تورده، لان بتكون نتيجه ان انا ببعت العيان بره بيشتري من بره، وانا متعاقد والقانون يمنعني ان انا اشتري على حسابه، على حسابي من حد تاني بالامر المباشر. فدي حلها انه يجبر، مفيش حاجه اسمها كده. حاجه تانية، لو اجبر دلوقتي هاجي انا اعمل ممارسه مش هيدخل، يقول لك يا عم بالوجع دماغ، انا هاجي اخش له ويجي الدولار يغلى تاني، وبعدين يجي يقول لي ادفع ويجبرني مش داخل الممارسه من الاصل، وهو هيحتاجني لان انا الوحيد. هنا بقى لازم يكون في قرار وزاري يجبر الوكلاء الوحيدين انهم يخشوا هذه الممارسات طالما المستشفى محتاجاهم، والا هو بيجبرني ان انا اشتري منه من بره، او بيجبر المريض ان هو يطلع يشتري من بره. طيب دكتور رشا،
وهنرجع لهذا الدكتور يعني الامور الخاصه بالمناقصات والممارسات في الجهات عموما، ده منظمه بقانون المناقصات والممارسات 89 سنه 89، وفيها كل اللي ممكن حضرتك يعني تدخل بس ما فيهاش ان واحد هو وكيل وحيد لصنف معين، واحنا بنتكلم على الدواء بالذات ما فيش في قانون المناقصات والمزايدات حاجه تجبره انه يخش يدخل. طبعا اجبار على الدخول ده طبعا زي ما حضرتك قلت اصلا في الاول ده يعتبر كده عقود اذعان، واحنا اصلا هو عقد اذعان حقيقي فعلا، ولكن فعلا احنا بنحل الموضوع ده يعني عشان برضه ما نبقاش احنا نقول انه في قرارات وزاريه قد تكون اساسا يعني لا يمكن اصدارها في ظل قوانين موجوده. احنا ده امر تجاري برضو ما بين الشركه وما بين لا بس انا يهمني ولكن انا ما هكمل حضرتك ولكن تدخل وزاره الصحه مع الوكلاء الوحيدين ده تدخل دائم، وده اللي بيحصل حاليا في المستحضرات اللي هي الشائكه اللي استيرادها كان فيه صعوبه الفتره اللي فاتت، زي ادويه الكلى وزي الهيومن البومين وزي بعض ادويه الانتي ار اتش وهذا الكلام. احنا قلنا لهم انه دلوقتي احنا هنساعد في توفير الدولار مقابل طريقه معينه للتوزيع لاول مره تضمن وزاره الصحه بيها وصول الدواء لاكبر قطاع، نفس اللي احنا عملناه في بعض برضو الشركات في بعض الامور اللي حلينا بيها ازمه المحاليل. احنا وقعنا عليهم تعليمات محدده بالتوزيع، والشركات حقيقه المنتجه كانت الاغلب فيها متعاون. طب اللي مش عايز يورد لي عشان سعر الدواء اعمل ايه؟ ما يا فندم اللي مش عايز يورد لحضرتك بحضرتك حادث سعرف المناقصه لا يتناسب معايا، طيب هو هيقول بيجي من طريقه ثانيه، بيجي لوزاره الصحه يتقدم بيقول ان هو سعره ده اصبح بالذات انا بتكلم على الوكلاء الوحيدين لبعض المستحضرات اللي هي منقذه الحياه، بيتقدم لوزاره الصحه بطلب لتحريك سعر الدواء وفي حدود ضيقه بنحاول نرفع يعني سعر الدواء بما يتناسب مع القدر اللي هو يقدر يدفع. غير قانوني، ما ينفعش اغير في الممارسه. ده امر ممارسه سابق، ما هو ده يا فندم ده امر قانوني. لا الممارسه ليها تايم، ليها ما هي في اثناء التايم اثناء وقتها انا ما اقدرش اغير في سعرها ولا اغير في مواصفاتها. ده اصبح يا فندم هو ملتزم انه يورد بهذا السعر. انا بقول لك اللي مش هيورد نتيجه تغيير الدولار انا اعمل ايه؟ ده امر يستشار فيه امور قانونيه يا فندم، ده امر يرجع فيه المستشار حضرتك القانوني، لكن ده امر لا يخص. لا يمكن. اسمحي لي حضرتك نتدخل هنا بس دقيقه واحده. اتفضل. شركة وأولاد في الحديد وال في بنود تسمح لهم إن إذا التكلفة بتاعت الطن الحديد إذا ارتفع نسبة معينة يرجع يعيد سعره. هل ده موجود في الدواء؟ بقول لحضرتك ده موجود في الأولاد في الدواء. لا يعني إحنا النهارده نسعى وانتهى الأمانة. هو أنا كراجل مستورد مش عايز اكسب وابيع لك الدواء طبعا، بس المشكله كلها النهارده ان احنا بنمر بفتره صعبه جدا، وهي فتره ايه؟ ان هناك في ذبذبه شديده في سعر العمله الصعب. دي حقيقه. في نفس الوقت هامش الربح اللي هو بياخده الوكيل هامش ضيق جدا، ما يقدرش يتحمل هذه الذبذبه، وبالتالي يتخوف ان هو يرتبط معاك بسعر وبعد شهرين ثلاثه او بعد سنه سنتين يجد ان هو مع كل علبه بيوردها وعليه يروح يجيب الدولار من السوق الموازي. اذا يتم تعديل قانون الممارسات. طيب لغايه ما يعدل انا دلوقتي اعمل ايه؟ احنا يا دكتور حاليا انا موافق حضرتك على التعديل طبعا، لان ده بيساعدني وبيساعد بيساعدنا احنا الاثنين ولصالح المريض، بالذات ان هي شيء واقع يعني احنا ما بنقولش حاجه. احنا بنقول ايه؟ على فكره مثلا في السوق الخاص قوانين التسعير بتسمح ان اذا ارتفعت العمله الصعبه صعودا او هبوطا بنسب معينه انه يتم اعاده النظر في السعر سواء صعودا او هبوطا. للاسف احنا عندنا الدولار ده كلام منطقي جدا كويس ويعدل، لكن انا اعمل ايه حاليا؟ حاليا يا فندم احنا ممكن في عندنا اداره النواقص دي تبع برضو الاداره المركزيه في وزاره الصحه، حضرتك بتقدم لنا دي كمشكله واحنا بنحاول نحلها مع الوكيل، لانه طبعا ملزم يورد حضرتك قصر العين الفرنساوي لازم يورد لانه ده قطاع مرضى كبير. اسمحوا لنا طيب
عندي بعض الرسائل من زكاة الشهاوي. من أمن العقاب أساء الأدب، يعني إحنا مش محتاجين قوانين جديدة، محتاجين قرارات استثنائية، ده دور النائب العام، لازم القرارات تفعل ضد كل حالات الغش والاحتكار والفساد التي تؤثر فعليا في الأمن القومي المصري. شوف إردوغان وقراراته الاستثنائية، حبس ناس قديه عشان يحافظ على كرسيه، حبس وطرد فوق 150,000 شخص. إحنا في مصر عايزين نحافظ على مصر ونحارب الاحتكار والفساد اللي زاد عن حده، ومن الجائز جدا ينقلب لضده. شريف بركات، ماذا ينقصنا لصناعة دواء قوية في مصر؟ هل ينقصنا علماء؟ أبدا. إمكانيات؟ لا أعتقد صناعة الدواء واحدة من أعلى صناعات ربحية وتتفوق على صناعة الأسلحة، وفي مصر نستطيع تأسيس صناعة قوية بالجدية والالتزام ووضع هدف استراتيجي. بمناسبة ده كان في تصريح للأستاذ محمد البهي يوم 12 أكتوبر. الأستاذ محمد البهي ده رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قال إجمالي استثمارات الدواء تقدر بحوالي 45 مليار جنيه. مظبوط. وقال إن 20% منها اللي هي حوالي 9 مليار جنيه استثمار في أدوية مغشوشة. لا لا، حضرتك استثمار في أدوية فين؟ مغشوشة. ده كلام رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية. محمد البهي وهو عضو في غرفة صناعة الدواء. ده الكلام ده نشر في الدستور يوم 12 أكتوبر. سوء فهم من دخلت الضرائب في حاجة تانية يعني. لا، هو حجم الدواء في مصر فعلا، حجم سوق الدواء في مصر 45 مليار، ده حجم السوق الطبيعي في مصر، ملوش علاقه النهارده كان في برضو تصريح في مايو اللي اظن القائمه على التفتيش في الدكتوره مديحه كانت بتقول ان احنا ما نقدرش نقدر حجم الدواء المغشوش في مصر، لان هو بيتراوح بره ما بين 10 و20%، احنا ما نقدرش نقدره. تمام. ازاي مش قادرين نقدره؟ ما اتعملتش الدراسات الكافيه لتقدير حجم الغش، لان هو الغش ده اصلا بيكون حاجه يعني حاجه غير مرئيه وغير معلش في دور بس يعني دور مين ان هو يعمل الدراسه اللي تقول والله احنا حجم الادويه المغشوشه بتاعتنا تتراوح بين كذا وكذا؟ طبعا دي مراكز بحثيه لازم تشتغل في هذا الكلام. مين اللي يكلفها؟ احنا دورنا احنا الحقيقه فندم في مراكز بحثيه في جهات اخرى كتيره، بس احنا وزاره الصحه بتهتم اكتر بالدور الرقابي للقضاء اصلا على الغش ده، تحديد حجمه احنا تقريبا يعني بيبقى واضح لنا وجود ظاهره، لكن تحديد حجمه بالنسبه يعني ممكن نقول مراكز بحثيه تهتم بيه، لكن احنا بنهتم بالقضاء عليه اصلا. بالنسبه لحضرتك النقطه دي، منظمه الصحه العالميه كانت اعلنت ان نسبه غش الدواء على مستوى العالم تتراوح في حدود 10%، قد تصل إلى أماكن زي إفريقيا إلى 30%، وتنخفض في أوروبا إلى 2-3%. إذن غش الدواء شيء قائم، ومهما عملنا لن نستطيع أن احنا نوصل لزيرو، لكن يقدر أن احنا نقلل. أنا توقعاتي كراجل بشتغل في مصر هنا وبعرف الدواء بيصرف إزاي، أقول لك مصر هتبقى من الدول القليلة في نسب الغش التجاري، لأن الدواء في مصر لا يباع إلا في الصيدلية، يعني ما عندناش منافذ. حضرتك بره لو انت عايش بره، نت شغال، كورير شغال، تنزل سوبر ماركت شغال، فاذا سهل ان انا اخترق سلسله التوزيع. النت هيشتغل هيشتغل ما شاء الله هيشتغل. دي بشرة خير يعني. عندي برضو وليد بيقول عن الغش في الدواء الغلط في الصيدليات، لان الدواء انا بشتريه منها ولما يكون عليها عقوبه غلق انا كمواطن اعرف ازاي انها غشت او باعت الدواء مغشوش، لكن صاحب الصيدليه بيقفل ويكتب عليها مغلق للتحسينات، الحل نشر اسماء الصيدليات المخالفه وده هيكون عقاب صارم. ده اقتراح جيد. عندي برضو رساله بتقول نحن متخلفون عن العالم، الدواء المستلزمات الطبيه اللي واخده شهاده الموافقه الاوروبيه والموافقه الامريكيه العالميه تاخد على الاقل القليل من 2-3 سنين كي تسجل في مصر، بطء مقصود لمافيا التسجيلات، صدقني دي الحقيقه. لا ابدا، هو مش مقصود هز راسه الدكتور اسامه بالموافقه. لا هو هز عشان البطء فعلا. البطء حجم طب حتى البطء لو لم يكن مقصودا للمافيا ولكنه يؤدي الى في حضرتك دلوقتي يعني ما نقدرش نقول ما فيش مشكله بطء في اجراءات التسجيل، وده نتيجه لحجم حجم المطلوب تسجيله اصلا خلال السنه زاد ومتزايد، وده يعني ده فعلا بيدينا منظور ان حجم صناعه الدواء في مصر بتزيد، بتضخم وبتزيد. ما احنا بنزيد وعيانا بيزيد طبعا. احنا في خطط تطوير معموله خلال ان شاء الله من اول عام، خلال عام 2016 ده تم منها جزء كبير جدا لتطوير قطاع الصيدله في مصر
الحقيقه فيه اهتمام كبير وفي خطط تطوير تم الموافقه عليها من اولها. بيتعمل ايه لمواجهه الغش يا فندم؟ مواجهه الغش ده دور دوري، يمكن عشان احنا بس مهتمين نشتغل ممكن ما بنعبرش كتير عن اللي تم، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ما بنعبرش الاعلام، لا ما بنعبرش والله على يعني عن نفسنا بشكل دوري، ولكن هقول لحضرتك مثلا ان احنا عندنا 1300 مفتش خلال على مستوى الجمهوريه، عندنا مديريات الصحه اساسا بيبقى فيه. هل دول كافيين؟ هل 1300 ده رقم كافي؟ هل هم المفروض يكونوا 1600؟ لا مش كافي. طب المفروض يكونوا 2600؟ في دراسات معموله وخطط مقدمه مين اللي بيعمل الدراسات؟ احنا فندم لا ده دي قطاع التدريب والدراسات. اشمعنى ده اللي بتعملوا له دراسات وما بتعملوش دراسات على موضوع الغش؟ ما هو ده اللي انا قلت لحضرتك، احنا بنعمل دراسه وخطط لازاي نواجه الغش الدواء. غش الدواء هيتواجه من تكليف وزياده حملات التفتيش. حملات التفتيش هتزيد لما نزيد عدد المفتشين. ده بيحصل الوضع اللي حاصل دلوقتي. انا بقول لحضرتك ان احنا تقريبا في معلش انا ما اختلفتش من اول اللقاء. لا اختلف. عندي ظاهرة موجودة عايز اكافحها، لازم اعرف حجمها ايه عشان خاطر اقول هكافحها ازاي من غير ما ابقى عارف حجمها. حجمها يا فندم احنا ممكن يعني نوصل للتقارير العالمية، بنتكلم ان احنا يعني لا العالمي ده هناك. خلينا حضرتك نتكلم مع احنا بلد لينا حالة منفردة في كل حاجة. فالظاهرة عندي عاملة ازاي في بلدي؟ قد تكون احنا مبالغين في الكلام ويطلع ان هي اصلا ظاهره غش الدواء دي كلها على بعضها. طيب 3% زي اوروبا. خلينا نقول احنا ضبطنا كم صيدليه فيها غش دواء، ده ممكن يكون معبر. ممكن نقول اصدرنا كم منشور دوري عن غش الدواء. كل هذه البيانات والاحصائيات هتوضح فعلا احنا حجم الظاهره ديت عندنا نسبته قد ايه بالنسبه لحجم الدواء. يعني حجم قطاع الدواء حجم كبير، احنا بنشتغل تقريبا في 12580 مستحضر بتداول باحجام ضخمه جدا، 45 مليار جنيه دوره ديناميكيه طول السنه. فبنتكلم انه يعني كل طلعنا 35 منشور دواء مغشوش من وزاره الصحه، واحنا يعني ده خلال السنة اللي فاتت. ده الإحصائية اللي احنا بنطلعها سنويا عن أعمال التفتيش الصيدلي. المفروض إن الصيدليات اللي تم غلقها احنا يعني احنا حاليا بنقول إن المحاضر والصيدليات اللي تمر الصيدليات تمر عليها تمر على 60,000 صيدلية خلال السنة. طبعا ده رقم يعني بيدل فعلا إن الصيدليات ده بيمر على الصيدلية، ولازم يكون عارف الراجل شايل الدواء فين وعامل إيه، وأكون واثق في نزاهة مفتشيني وواثق إن هم أذكى من الصيدلي اللي بيبقى مخبي الدواء المغشوش. حضرتك اسمح لي، أنا يعني عايز أقوم بدور حضرتك لمدة دقيقة. اتفضل يا فندم. أسأل حضرتك سؤال. تسألنا؟ إذا سمحت. طب حضرتك تسأل دكتور. لا ده أنا هسألك حضرتك عشان أسمع ردك كمواطن. اتفضل. ايه تعبير غش الدواء بالنسبه لحضرتك؟ يعني بتقول الدواء ده مغشوش، حضرتك قصدك بيه ايه؟ ايه المقصود لما تقول لي العلبه دي مغشوشه؟ غير موثوقه المصدر، فبالتالي انا ما اعرفش جواها ايه. حتى لو هي سليم. حتى لو هي سليم. خلاص؟ تمام. لان معظم الناس ده من العين مات اتقصر. لا ده مات بقى، ده لما اموت بقى مش هيفرق معايا انا يبقى. بص يا استاذ، لكن انا مش عارف دي جايه منين. بقول لحضرتك معظم الناس العامه يتحدثوا ان غش الدواء اللي هو الدواء اللي ما فيهوش ماده فعاله، او الدواء اللي هو مادته فعاله ناقص، في جزء عشان زي ما كان بيتقال شركات الدواء بتبيع للتامين الصحي باسعار مخفضه، يبقى بالتالي بيحطوا نص الكميات عشان يكسبوا. الدكتور نبيل في وسط الكلام بيقول لي ايه؟ طبعا انت لازم تكسب، ليس بالضروره، وانا شرحت لحضرتك ليس بالضروره، لان في الاخر عندي فيه حاجه بتكسب حاجه بتخسر، فممكن في الاخر انا ايه؟ دي معلومه مش هعرفها. لكن حضرتك في عندنا انا كشركه انا عندي من 100 من 250 صنف على الورق بالحسابات عندي 130 صنف بيخسروا. Yeah. وعندي اصناف بتديني ربحيه اقل من الربحيه اللي الوزاره بتسمح بيه، لان على فتره زمنيه الدولار بيزيد، الغاز بيزيد، مرتبات الناس عندنا في الشركه من 80 مليون الى 220 مليون بسبب احداث الثوره والاضطرابات اللي حصلت، فكل ده اعباء موجوده علينا. اللي احنا بننادي بيه ان الناس تعلم او مفروض انها تمارس. ما حدش يا سادة المواطنين الشرفاء يروح يجيب دواء مجهول المصدر. لا نتعامل في ادويه مهربه مهما كان اغراءها،
بنسمع عن ادواس وبيطول الشعر وبيطول الضوافر ومش عارف حضرتك. طب هقول لحضرتك رساله من منال الغرابلي بمناسبه ده، بتقول دواء الغده الدرقيه المستورد فارق عن المصري بمراحل، هناك مريض من اسبوعين اجريت له عمليه قلب وحالته تتارجح، تم استبداله بالمستورد فحدث تحسن ولم يكن المريض يعلم ان الدواء مصري ام مستورد رغم تحسن حالته. طيب مش بلاسيبو هنا بقى. طب خليني اقول لحضرتك حاجه، ما كانش هيتحسن لو كمل على المصري. لا خليني اقول لحضرتك على حاجه يا فندم، عندنا في ما كانش كان بيتارجح خدم المستورد. لا انا هاخد من سؤال بتاع ده حاجه، احنا لما بنيجي نحكم على حاجه يا فندم في مضاد حيوي يومين اقول لك ما اشتغلش بالظبط يا فندم، اروح جاب مضاد حيوي ثاني اقول لك السحر. في حاجه اشتغل. في حاجه اسمها دراسه كلينيكيه، لازم الكلينيكال ستادي دي عشان نقول ان الدراسه ديت ليها قيمه والنتيجه ليها قيمه، ما اقدرش اخد من جمله حد سواء انا او مشاهد او اي حاجه حقيقه. يعني هي دلوقتي هذا الامر عشان اثبت ان الدواء ده تم فعلا التحسن عليه ولازم اقارنه، ولازم اقارنه في وقت محدد، ودي بتسمى دراسه اكلينيكيه. ما لم يدرس تمام يا فندم، لم يعني طالما حضرتك ما درستش النتيجه دي ما تقدرش تقولها، فهي دي القصه. اذا احنا بنقول ان الدواء المصري ما هوش زي الاجنبي، طيب ليه الدواء المصري من سنين هو اللي شايل العلاج المصريين؟ ليه 93% من تعامل الادويه والادويه اللي احنا بنتعالج عليها كلنا عباره عن دواء مصري محلي منتج؟ احنا عندنا 7% بس بادويه مستورده، والا كان هيبقى ازمه. اي ازمه احنا بنواجهها دلوقتي كانت تتفاقم لو ده ما كانش حاصل. صناعه الدواء في مصر من السبعينات موجوده وقويه، وهي دي اللي شايله فعلا الادويه، شايله فعلا المريض المصري. في ناس بتيجي على فكره من السعوديه تشتري من مصر لان الدواء ارخص. طول عمرنا يا فندم انا ما اقدرش اقول شكوه مشاهد، ربما يكون هو شكوه مشاهد دي لا تعتبر بالنسبه لي دراسه اكلينيكيه متكامله الاركان يا فندم. لكن هي شكوه مشاهد. لا اضيف فعلا، فانا لازم اتلقاها واتعامل معاها علميا. الشكوى دي بتتكلم على دواء اللي بتصنعه في مصر، هي شركه عالميه بتعبيه بس على فكره، بتعبيه يعني الشركه العالميه في مصر، دي مش شركه مصريه، الشركة الأم لها فرع هنا، مصنع كامل تحت إشراف كامل من الشركة الأم، هي اللي امتتنج هذا الدواء في مصر. فكل اللي حصل إيه بقى؟ احنا جبناها من بره اشتغل وبتاعنا احنا هنا اشتغل. طب أقول لحضرتك حاجة تانية، سؤال تاني لحضرتك برضه من نادر سالم، أخبار الأطراط ومراهم العين بتاعت إيبيكو اللي كانت مختفية ظهرت ولا لسه بعد الزيادة الأخيرة؟ لا حضرتك ظهرت. هي أولا عندي بيان هي اختفت علشان كان فعلا في نسبة خسارة كبيرة في القطارات. لما حصل تحسين للأسعار وده ادانا فرصة ان احنا ننتج تاني، فوجئنا بأزمة الدولار اللي هي جت أثرت على قدرتنا. لكن اقدر اطمن الأستاذ ان إيبيكو هي الشركة الأولى في مصر في حجم انتاج القطارات. نسجل اعلان بس هنا كده عشان ايه؟ لا يا فندم ده واقع، ده شيء يعني حضرتك بتقول دراسات، ده دراسة معمولة عن طريق شركة اسمها IMS بتدرس السوق المصري وبتحدد كل واحد فينا بيعمل. أحمد الشرنوبي بيقول المادة الخام الأوروبي أكثر كفاءة من المادة الخام الآسيوية. يا فندم معلومة برضو، العالم كله بنفس الشهادات يا فندم. لا يا فندم ثانية واحدة يا دكتور، لا حضرتك طبعا كده عارف هذا الكلام. العالم كله نقل صناعة المادة الخام في آسيا، أكثر قطاع بينتج دلوقتي، اقطع قاره بتنتج هي اسيا، يعني الهند الصين اوروبا اساسا ابتدت تتخلص من هذا القطاع من الصناعه، صناعه المواد الخام دي صناعه اساسا بيئيا يعني مضره للعالم، صناعه ملوثه البيئه فعلا زي الصناعات اياها يعني الاسمنت والسيراميك وكده جريد منهم يعني موجود فعلا درجه من درجاتهم تمام. عايز اقول لحضرتك يعني ايه اخطر على البيئه، اوروبا الخام ولا الاسمنت والسيراميك؟ الصرف بتاع المصانع. اوروبا ما بتنتجش نفس كم المواد الخام بتنتجها. اثناء دوره الاولمبياد اوقفت انتاج احنا عانينا من نقص في الماده الخام لان انا عندي موارد معتمد، الوزارة معتمدة هناك علشان يحسنوا البيئة، فادوا تعليمات بأغلاق مصانع كثيرة جدا. بعد ما رجعنا بعد ما خلصنا الدورة الأولمبية رجعوا اشتغلوا تاني. ما العمل في نقص دواء الكلى كيتوستريل؟ ارحموا مرضانا. دي دكتورة أمل أخبروا إيه كيتوستريل؟ بإذن الله الفترة القادمة لما زي ما قلت حضرتك كده تدخل مجلس الوزراء ووزارة الصحة في التعامل مع الدولار
ان شاء الله يعني باذن الله الاسبوعين القادمين دول في انفراجه في كافه الادويه المستورده. حضرتك مديها له اولويه عاليه كمان. اولويه اولى ده هيفرق كتير جدا فعلا. والله الحقيقه يعني انا عايز اقول حاجه بس لمشاهدينا بمناسبه الموضوع ده. يعني احنا بنتكلم النهارده في موضوع الدواء والدولار وتوفيره للادويه. احنا قاعدين بنشتكي من السكر، والله احنا ممكن نعيش من غير السكر او يعني نقلل السكر، ممكن نعيش من غير الرز او نقلل الرز. الدواء ما نقدرش نعيش من غيره ده يعني. خلينا احنا عمالين بنشكو من ارتفاع اسعار السلع. انا شايف ان الادويه اللي النهارده يعني هي واخده اولويه عند الدوله، ولكن اولويتها لا تتساوى حتى مع السلع الاستراتيجيه. حتى لو كان ربنا يديم عليكم الصحه ما انتوش محتاجين للادويه، لكن اكيد في حد تعرفوه حتى ولو من بعيد بيكون محتاج لهذه الأدوية. فيعني خلي لما عندنا شكوى من موضوع الأدوية، أنا واحد من الناس هكون واقف جدا في ده أكتر من إن احنا نكون بنتكلم عن شكوى من سلعة سعرها زاد، لأن احنا ممكن احنا كمواطنين نواجه احتكار مصنعي ومستوردي السكر ونقول لهم مش عايزين سكر من عندكم، مش هناكل حاجات مسكرة، مش هنشرب شاي بسكر، أي حاجة. فاكرين كنا بنحط الفيديو بتاع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو بيتكلم على اننا نقلل السكر معلقه في الشاي اذا كنا نقدر عايزين نواجه فيه قوى الاستعماريه. بس الدواء مش هنقدر نيجي ناحيته حقيقي، مش هنقدر ان احنا نقرب ناحيه حاجه يكون في مريض محتاج علبه من دول، بس بشرط انها تكون مش مغشوشه او داخله البلد بشكل مختلف. بس انا سمعت كمان ان قلبه من ده غشه بقى مختلف، سمعت انه شيح. ايوه. طب يبقى حضرتك ما هوش بس ان هو مجهول المصدر، ده شيح وشمر. تم تحليله حضرتك بس سحبنا عينات من الفندم واتحلل في الرقابه وطلعت مره كان سافلون ومره عشان يعمل الرغاوي وعلشان كده هو يعني من الادويه اللي المفروض هيبقى يتم توزيعها من خلال المودع المستشفى مباشره. دي مهمه جدا. انا عايز اسال سؤال بس او استفسار. في ادويه تبقى منتهيه الصلاحيه، وبعدين احنا عندنا 46 ألف صيدلية في مصر. 67 دلوقتي. في أدوية منتهى الصلاحية الشركات بتاخد بترد من الصيدلية بموازي 2% من اللي خدوه من مبيعات. دلوقتي خليك معايا أستاذ كمال في الحتة دي. دلوقتي صيدلية اشترت حاجات بألف جنيه، أدوية بألف جنيه، هتيجي الشركة بقت اكسباير الأدوية عندها، الشركة هتيجي تقول لها لا أنا هاخد منك 2% بس هسيب لك الباقي، تاخد منها 2% بنفس السعر اللي هي بعته لها بيه وتسيب لها الباقي، سابت لها 80%. لا 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 لا, 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 لا يا فندم معلش اسمح لي. اتفضل. الإحصائية هنا هي بتاخد 2% من إجمالي المبيعات. من إجمالي المبيعات؟ طب ما سابتش 80%. لا مش 80. أنا خلني أنا ماشي أنا آسف. هي ادتها المبلغ وخدت منه 2% بس. من اجمالي المبيعات بتاعته، سابت له جزء عنده ما خدتوش. لا هي حضرتك ما سابتش، خلينا بس هتاخد كل المرتجع. خلي حضرتك عشان لا هو السؤال هل هتاخد كل المرتجع؟ ارد ولا يعني هو اشترى 10 علب باع 5 وتبقى عنده 5. شوف حضرتك هيحصل فيهم ال 5 جميع. اولا هناك مشكله حاليا نعاني منها في مصر وهي مشكله المرتجعات. ايوه هياخد ال5. لا ده انا هقول لحضرتك عندنا مشكله، والصيادله بيشتكوا ان في شركات ادويه متعنته في عمليه سحب الادويه اللي هي ايه ذات الصلاحيه. تمام. المعلومات المتوفره عندنا ان معظم شركات الادويه العامله في مصر الكبيره عندها سياسه مرتجعات معلومه، وبتاخد ادويتها باستمرار من الصيدليات. المشكله التي قد تحدث، وده برضو الواقع، ان مشكله المرتجعات في الصادرات الصغيرة هي أكثر قوة ووضوحا من الصادرات الكبيرة. تمام. الصادر الكبير يعلم حجم استخدامه وعنده إمكانيات، عارف يطلب إيه وما يطلبش إيه ومتعود. الصادر الصغير اللي فتح في مكان صغير لسه في بداية حياته مش عارف الدنيا ماشية إزاي، ممكن تيجي شركة أدوية تديله عرض على أدوية معينة ينجذب هو لهذا العرض فيطلب كمية عشان يستفيد، مش هيقدر يصرف. هذا الوضع احنا كغرف صناعة الدواء موقف واضح تماما. الدواء لابد
على الشركات أن تستعيده كاملا. لابد أن تستعيده طبعا. لا الواقع بياخدوكم بقول لحضرتك هجيلك بقى للواقع لابد أن تستعيده كاملا. لابد أن تستعيده لحضرتك لابد أن تستعيده. مين اللي أنتج هذا الدواء كاملا كاملا طبعا. مين اللي أنتج الدواء؟ الشركة. مين المفروض أنه هو بيسوق الدواء؟ الشركة. عندي موزع بياخد من عندي بيجيب لحضرتك وعندي صيدلي بيعرض وبيبيع. فاذا لا احمل هذا ولا احمل ذاك. اللي بيحصل الاتي ان الصيدلي بياخد من مخازن معلوم مجهوله المصدر فيجي الشركه تقول له على الورق عندي انت ساحب 200 علبه ازاي عندك 400 علبه؟ يعني انت عندك مرتجعات 400 علبه. المخازن بتدي خصومات اعلى وما بتديش فواتير فبالتالي ما فيش حساب ضرائبي. ففي صادرات كتير بتفضل التعامل مع المخازن اللي هي الحته اللي حضرتك بيقول لك انها اكبر مصدر للغدور المغشوش اللي هو ممكن ينط عندها. المخازن دي تبع مين؟ المخازن دي يا فندم يعني في منها جزء مرخص. لا المخازن دي لابد في مؤسسه صيدليه اسمها المخازن دي مؤسسه صيدليه مرخصه وبيمر عليها برضو التفتيش الصيدلي. الممارسات برضو دي مخازن بتاعت مين؟ مخازن ادويه. مخازن ادويه تبع الشركات المنتجه. لا لا تبع للمواطنين. تبع للموزعين. اي مواطن ومدير صيدلي طبعا يعني طبعا. حضرتك هقول لحضرتك حاجه انا وبرضو أنا اي دواء هو بيجيب يعني هو بيجيب دواء منين يا فندم؟ انا بتعامل مع شركه. انا فندم بتعامل المخازن دي بس عشان اوضح دكتور اسامه. المخازن دي احنا عندنا في قانون الصيدله مؤسسه صيدليه مخزن. مخزن ده اي مواطن بيقدر ان هو يفتح مخزن بشروطات صحيه معينه ومديرها صيدلي ولازم تدار بكافه الامور الرقابيه. بس معظم حالات الغش الدوائي موجوده ده برضو تعتبر دي ممارسات. أيوة ممارسات خاطئه. شغلته ما نقدرش موجوده يا دكتور اسامه. انا بس عشان انا والمشاهدين نفهم ما نقدرش. اذا كانت كل لازم حضرتك ترجعي للتفتيش الدوائي هتجدي ان معظم الضبطيات بتاعه الدواء المغشوش كان في الاخر تريس الى مخازن ادويه. كان مخازن ادويه غير مرخصه اصلا خالص تماما. الوطن ما يعرفش مخزن الادويه ده في عندنا نوعين مخازن الادويه. طب المرخص المرخص بياخد ترخيص من وزاره الصحه طبعا. طبعا من وزاره الصحه. يتعامل بشكل قانوني مع شركات زي ابيكا شركات الادويه بالظبط. تمام يعني انا مخزن اذا انا قابلت بيه اذا انا اتعاملت معاه يعني بتعامل معاه يعني حضرتك عندك موزع وممكن يبقى عندك مخزن ايضا. مظبوط. انا اشتريت بقى وحضرتك بقى انا الصيدلي انا المخزن. فانا المخزن بتعامل مع حضرتك خدت منك 400 علبه وخدت منه خمسه. فانا المخزن المرخص ممكن يكون الصيدلي يتعامل مع مخزن غير مرخص ولا يعلم انه غير مرخص وممكن يكون مخزن مرخص ولكنه ليس له الترخيص ان يعمل مع ايبيكو ولكن يحصل على ايبيكو رغم ان هو مرخص ياخد منتجاتها ويديها للصيدلي اللي ما يعرفش يرجعها في الاخر خالص لا للمخزن ولا للشركه. صح حضرتك بقى عشان ايه اقول لحضرتك خبر يعني مهم جدا. مساله الاكسبيرد جودز او منتهيه الصلاحيه مشكله احنا كغرفه صناعه الدواء متبنيين واحنا في يعني في فتره وجيزه جدا بنعمل حاجه اسمها غسيل السوق. ايه هو غسيل السوق؟ بنقول للشركات اللي هي تتبع الغرفه ان احنا لمده 6 شهور او مده سنه سوف نقبل جميع المرتجعات دون قيد او شرط. بنفس السعر اللي خدوه بيه حضرتك بنفس السعر اللي هو بتاع الوقت اللي خد بيه. ايوه. واذا كان خد عليه بضاعه مجانيه تخصم البضاعه المجانيه. اكتر حاجه بتحمي الصيدلي في الامر ده يا دكتور نبيل ان يكون معاه فاتوره تثبت انه اشترى. نسبه كبيره من صيدليات مصر لا يحتفظوا بالفواتير وده احدى العوائق الكبيره في انه يثبت للشركه ان انا شاري الدواء دي منها بشكل رسمي. لكن في الاخر احنا برضو بنقول ايه او انا كشركه انا شركه ما عنديش اطلاقا مشكله مع اي صيدلي في المرتجعات لان احنا بنطبق مبدا. معلش حضرتك ما عندكش بس شركات ما بتاخدش. انا هقول لحضرتك في شركات مديه 4% الموزع عايز يطمن ان هو ما عداش ال 4% والا الشركه الام هتقول له لا فيبدا هو يقول اتعامل على 2 3% عشان يبقى عنده دايما في سيفتي مارج. الفتره اللي جايه الصيدليات وده احنا عملنا هذا الاتفاق في 17/10
2015. انا النهاردة بعترف لك ان احنا عملنا يعني اتفاق جيد جدا حاز اعجاب كل الناس. ده كمصنع ولا كغرفة؟ كغرفة صناعة الدواء مع نقابة الصيادلة مع توجيهات وزارة الصحة كان مشرفة عليها. كله كان يعني للأسف لم ينجح. ليه لم ينجح؟ لان احنا بعد ما عملنا كل حاجة يمكن نسينا نعمل حاجة مهمة جدا، وده اللي اتعلمناه ان احنا لما نيجي نطبق تاني هنتجنبه، هي آلية التنفيذ. تركنا لكل موزع ان هو يطبق زي ما فيش لائحة تنفيذية، نزل قرارات توجيهات، لكن في موزع قال ايه طب انا مش هلم الاول، انا هاخد كل واحد يعمل لي ورق، فالصادرات عامل ورق، فالراجل راح خد الورق، الصادر بيقول لك انتوا مالكوا شفتوا كل موضوع الورق بقى ده كل يا دكتور هيتحل في موضوع التراك اند تريس او التتبع الدوائي اللي هنتكلم عليه ده قادم بقى. لا ان شاء الله ده اللي بيقوله علاء الدرديري، بيقوله الحل للمكافحه وتطبيق منظومه التراك اند تريس بالستيكر الكودي. والحاجه الثاني اللي طرح بيقول منع بيع ماكينات تصنيع الدواء للافراد اللي منع التصنيع تحت السلم. بص يا اسامه بيه، احنا خلال بقول لك فتره زمنيه قصيره جدا هيتم لمده 6 شهور على الاقل عمل غسيل سوق تاني باتفاق كامل مع الموزعين وتحت برضو رعاية وزارة الصحة بما يضمن تفعيل هذا الاتفاق وما يضمن ان احنا، لان حضرتك الدواء اللي هو اكسبايرد مين اكتر واحد مأذي منه؟ الشركة المصنعة. ده المريض. لا يا فندم، الشركة المصنعة في المقام الاول. المريض هيموت. لا حضرتك المريض مش هياخده، المريض ما مش هيعرف، ما تعملش معاه. احنا عندنا 40% او 100. انا بص يا اسامة بيه، انا عندي دواء بصرف عليه علشان احمي سمعتي، فالدواء بحضرتك الدكتور نبيل بيكتبه لانه دواء فعال وانت تثق فيه، لما يبدا اتعامل هو مع دواء مغشوش ومنتهي الفعاليه بس المريض هو طبعا. انا موافقك ان في الاخر المريض، لكن في السبلاي تشين هو المنتج طبعا. فاحنا بنوافق حضرتك، واحنا خلال فتره قصيره هننهي موضوع الاكسباير، بس لنا شرط على السادة الصيادلة من تاريخ الاتفاق أي تشغيلة تحمل تاريخ إنتاج لاحق للاتفاق يحتفظ بالفاتورة. طيب في جميع دول العالم يا أسامة بيه مفيش حد بيرجع حاجة من غير فاتورة. احنا الوقت بس، وعندي سؤال مهم قوي بس اتفضل حضرتك. انا اقول بس الحكاية دي جات لي الصيدلي قال لي بيبقى عنده خد 10 علب خلص 2 فاضل 8، فبيجي ناس بتعدي عليه بيبقى له واخد بال حضرتك العلبه الترجيع ده ب 800 جنيه هياخدوا منه 200 جنيه بس. طبعا ده واخد 200 جنيه ده دي مخالفه اخرى، ده سلوك مرفوض تماما. ياخد منه العلب بيبقى في شركات كبيره صيدليات كبيره ما عندهاش مرتجع انا هديها له. احنا عندنا 67,000 صيدليه، فطبعا احنا يعني نفسي دي قله ولا يا فندم بالظبط كده. انا بس اخشى بس ان احنا ايوه السلوك الخاطئ يعني عشان افهم هو يعني السلوك الخاطئ ما بنطبقش بيه كل. لا ده غلط طبعا وغير مقبول، وعشان كده احنا برضو عايزين الناس لما تشتري دواء تبص في التاريخ الصلاحيه بتاعته. دي حاجه من الحاجات الحقيقه. المهندس علاء بيقول اللي غش في دواء بجنيه هيغش في دواء بألف جنيه، كلهم شبه بعض غشاشين. انا رايي الصيدليه اللي تغلق نهائيا في حاله الغش. السؤال متكرر جدا 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 يا دكتوره، وكنا اتكلمنا فيه جدا 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 مع اكتر من ضيف في خلال الاسابيع اللي فاتت على موضوع اختفاء المحاليل من السوق، والناس كلها تشكو من اختفاء المحاليل، واتقال اصل الشركه المتحده كانت بتنتج ايه، والشركه المتحده رجعت تشتغل تاني، وقرار بتاع وزير الصحه السابق و و و، ولكن ما زلنا عند مرحله مفيش محاليل في السوق. هنعمل ايه؟ طيب احنا عملنا فعلا يا فندم بعض الاجراءات اللي حلت نسبه كبيره من الازمه. عشان كده هقول لحضرتك، احنا حضرتك كنت لسه بتقول السكر والارز والكلام ده كله. احنا عندنا سلوك في مصر بجانب ان بيكون في ازمه بيكون في اولا استغلال الازمه، وبيكون في تخزين لمستحضرات بيحصل فيها ازمه، وده اللي عامل مشكله على فكره في دواء زي الكلى، عامل زي مشكله زي في المحاليل. استغلال الازمه بيزيد من حجم الازمه. اظن احنا كلنا اطلعنا على مخازن السكر اللي هي فيها معرفش كم طن كم الف طن وهذا الكلام. نفس المنظومه عندنا،
احنا المفروض اول ما جينا ندرس هذه الازمه بنقول على مصنع زي مصنع المتحدون زي ما حضرتك بتقول اسمه، هو المتحدون مش المتحدة. ف قلت المتحدة عشان اخبي اسمه كده لحضرتك اللي عملتي اعلان. اعلان قوي حضرتك يا فندم، احنا اتسالنا في كل الجهات عليه. بص حضرتك يا فندم، اما يكون عندنا مصنع، طبعا احنا عندنا صناعه المحاليل صناعه محليه، في مصنع قفل طبعا هيؤثر، ولكن هذا التاثير بشكل حجمه كبير زي ما احنا حاسين بيه نتيجه لاستغلال الازمه دي، اول حاجه. طيب تعاملنا مع المصنع ازاي؟ تعاملنا مع المصنع بموجب القانون وبموجب اجراءات الرقابه اللي تضمن لنا في الاخر ان في محلول هيتحط في وريد اي حد مش ضامنينه. بالظبط يا فندم. لا المصنع مع نفسه مع ومعاه ربنا. بالظبط كده. لكن يقوم بكافه الناس بقى اللي في الناس. احنا دلوقتي عملنا عده اجراءات، حصل في بعض التحسن، والمفروض خلال ان شاء الله شهر 11 هيكون في تحسن كبير نتيجه لان احنا في شركه قطاع اعمال، شركه النصر دي الشركه الوحيده شركه من شركتين حكوميتين في مصر، فيها خط انتاج جديد ده هيضيف 1.2 مليون زجاجه على خط انتاج جديد، ده اضافه للسوق يعني كده مليون و200 مليون و200 لا شهرين شهرين شهريا مليون و200 ازازه محلول. احنا على فكره اي عجز الحياه بكلمهم وهم بيتصرفوا في بيبعتوا لي على طول. عندك حضرتك مستشفى كبيره وحكوميه، لكن النهارده في عيادات صغيره وفي ده اوضح لحضرتك حاجه. عيادات بيطريه بتحتاجه. اوضح لحضرتك حاجه برضه، هقول انه الشكوى واحده لا تعبر عن الاف الشكاوي او الناس بالالف. غير الشكوى هذا اللي جالي عشرات الشكاوي واحنا اكيد قديمها. واحنا طبعا اصلا يا فندم احنا عملنا لجنه لاداره ازمه المحاليل علشان طبعا في شكاوي، ما حدش بيقول ما فيش مشكله، في مشكله بس احنا تحسنت كتير وعملنا حل للازمه على كل المستويات، الشركات المنتجه لانها ما كانتش بتوزع للموزعين، الموزعين دول هم اللي بيوردوا لصغار العيادات او صغار الصيدليات، اولا العياده اساسا بتستهلك يبقى بتاخد من الصيدليه، ما فيش عياده بتشتري دواء من الموزع مباشره، فاحنا قلنا كل الانتاج هيطلع على اي شركات التوزيع لانه بيراقب، ما يطلعش ليه مخازن، المخازن برضو بيكون الحجم الضخم ده ما نقدرش نراقب هو راح فين. احنا مسكنا في بعض الاماكن اللي بتبيع لاماكن غير مرخصه ومنعنا هذا الكلام، في شركات منتجه كانت بتبيع لاماكن غير مرخصه تم تحويلها واتخاذ الاجراءات القانونيه نتيجه ان هي مخالفه قانونا ان هي تبيع لمخازن غير مرخصه. ده اللي بقول عليه استغلال الازمه. الشركات طالما في ازمه هناك ناس تستغل الازمه، متى تنتهي الازمه حتى لا تكون هناك فرصه لمستغل الازمه ان يستغل الازمه؟ احنا ممكن نقول ان احنا عندنا حاليا خط ساخن بتتعامل عليه كافه قطاعات، اولا مديريه الصحه بالكامل مغطاه، المستشفيات الجامعيه بالكامل مغطاه ب ما احنا فعلا اتفقنا ان احنا في ناس كتير بتحتاج وبره تمام. هذه الجهات الكبرى بره هذه الجهات تتجه الى شركات التوزيع. تمام، في عندنا اربع شركات توزيع بتتعامل، شركات توزيع خاصه والشركه المصريه شركه حكوميه، كل دول موجود في محل. تنتهي الازمه امتى؟ باذن الله خلال شهر 11، المفروض في خلال الشهر ده مع صناعه مع انتاج شركه النصر بالمكنه الجديده هيكون في اضافه ل 1.2 مليون. في 10 ثواني يا دكتور دلوقتي هقول لحضرتك على الدواء. أنا بصفتي متخصص في علاج الإدمان، دواء مرخص في أمريكا وفي أوروبا و FDA approved. تمام. والدواء دوت بيهرب في مصر، بيتباع الحباية ب 500 جنيه، كانت 450 بعد سنة وربع 500 جنيه، الدواء ده لا يتجاوز أكثر من 10 جنيه ثمن الحباية. شركات قدمت عشان ترخصه في وزارة الصحة. وتم الموافقة المبدئية ورفض من اللجان المتخصصة خوفا من إساءة استخدامه. الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله 9 سنين أو 8 سنين. السؤال، أنا فتحت مجال كبير جدا للسوق السوداء ب 500 جنيه الحباية. أنا بقى كنبيل عبد المقصود ما بكتبش الدواء وما بستعملوش، وبذلك أنا بعتبر نفسي متخلف طبيا عن العالم. لكن ماشي تبع القانون، لو جبته واستعملته يبقى انا بطبق القانون واخد بالحظ، لو استعملته يبقى انا بخالف القانون لكن بقيت مع صفاف الناس المتقدمين طبيا، لو ما استعملتوش بقيت متخلف. انا بطبق القانون لكن متخلف طبيا. هل في حل لبس لهذه الامور؟ في حل يا فندم موجود طول الوقت، ولكن بيحتاج لاجراءات قانونيه رسميه وما هياش بالقدر الكبير المعقد اللي احنا متخيلينه. يعني احنا عندنا قرار وزاري بينظم استيراد الادويه، استيراد طلبات افراد، مش استيراد يا فندم، ده تصنيع.
ده هيتصنع هنا تصنيع والشركات طلبت تصنيعه وترخص ترخيص مبدئي واللجنة الفنية رفضت ترخيصه من 8 سنين رفضت ترخيصه وقالت لا ممكن يساء استخدامه والعقار الثاني قال لك مفيش هذه التركيبه علما بان التركيبه دي موجوده كونه ما قراش حضرتك بتقول ان هو اف دي اي مش عايز اقول لك اسمه لا ما حضرتك بتقول اف دي اي واي ام اي ابروفال يعني دوت ريفرنس لينا طبعا بالظبط وبالتالي يعني واللجنه الفنيه قالت احنا ما سمعناش عن التركيبه بتاعه الدوائين دول مع بعض وهذه التركيبه اف دي اي ابروفد كونه ما قراش او كون حضرتك فندم بتتكلم على حاجه من 8 9 سنين خلينا نتكلم دلوقتي انه يتقدم للتسجيل نفتح هذا الموضوع بعد الهواء ان حضرتك ممكن تتكلم فيه مع الدكتور رشا بما اننا ما بنقولش اسم الدواء مش عايز اقول فخلينا ان احنا هنا بس مالي السوق والاداره عامه مكافحه المخدرات مسكت حاجات كتير هو في لازم نخلص من نص ساعه او 35 هو في طريقتين بس لتوريد الدواء دلوقتي حضرتك اتفضل حل مشكله المحاليل حل جذري أيوة. لن يحدث الا اذا كان العرض المعروض اكتر من الطلب اكتر من الطلب تمام طول ما هيبقى فيه حتى لو توازن شوف حضرتك حتى لو توازن أكيد. في ناس هتستغل هذا التوازن ويبدا ياخد ويخزن فيعمل المشكله دي سلوكات خاطئه احنا بننتج 9 مليون وبنستهلك 8 مليون ولكن بيتم استغلال سحب اكتر من وفي حملات مع مباحث التموين يا فندم الاسبوعين مباحث التموين بتشتغل على يعني السكر يعني والله يا الله يكون وزاره الصحه بالاتفاق مع شركه النصر هتضخ 1.2 مليون زجاجه خلال فتره قصيره ده هيساهم كتير جدا في ان هو يحل المشكله عدل الخلل الموجود انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا نورتوني الدكتور اسامه رستم نائب رئيس غرفه صناعه الدواء والدكتور رشا زياده رئيس الاداره المركزيه لشؤون الصيدله بوزاره الصحه والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي واستشاري علاج السموم الموضوع كبير ومحتاج الكثير من الحوار لان احنا مش بس بنتكلم على غش الادويه بنتكلم على غش ادويه منتهيه الصلاحيه استيراد الادويه موضوع الأدوية بحاله محتاج الكثير من التفكير في نفس الوقت نديله أولوية تكون في أولوياتنا إحنا كمواطنين إننا نبص على الناس المستغلين زي ما ضيوفي يتكلموا عنهم ونجابهم ونكافحهم الصيدليات اللي بتبيع أدوية مخشوشة بأي شكل بأي تعريف للدواء المخشوش إن إحنا نقاطعها النهاردة بقى في صيدلية ما بين كل صيدلية والتانية في صيدلية نقدر ان احنا نختار المكان اللي بنشتري منه بناء على سمعته الطيبة او سمعته السيئة فبنتجنبه بأناشد الاخوة المواطنين من الصيادلة ان هم فيهم ناس كتير طبعا بتراعي ربنا وبتراعي هذا المجتمع الباقي يراعوا ربنا ويراعوا المجتمع ويراعوا الظرف اللي احنا بنمر فيه وبنمر بيه احنا لازم نبقى على الاقل اليومين دول زي ما قلت امبارح بالراحة على بعضنا أشوفكم بكرة على خير وتصبحوا على خير.